تعبان انا ومكسور، وانت الشفا في ايديك. مهموم انا وبرمي كل همومي عليك. محتاج انا وعشمان الاحتياجي فيك، وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك. وانا بصلي واقف عالباب ومستنيك يا سامع الصلاة. أحبائنا أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج قوة الصلاة على قناة الحرية. بنرحب بكل مشاهدينا، بنرحب بكل أحبائنا مشاركينا في الصلاة ومتابعينا، وكل اللي ليهم طلبات صلاة، وكل اللي شاركونا همومهم خلال الأسبوعين اللي فاتوا، وكل الأحباء اللي ليهم يعني رغبة إن أمورهم تبقى معروضة أمام الرب وحياتهم مسلمينها للرب. هي دي حلقة النهاردة مخصصة لكل حد نفسه يتحد ونفسه يواجه قلبه تجاه الرب ويطلب منه: يا رب عايز أكون واحد معاك. النهاردة حلقة بعنوان ليكون واحدا، بمناسبة زيارة بابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر، وزيارة تاريخية وزيارة بتحمل كل معاني السلام. و لأول مرة بنشوف في مصر إعلانات في الشوارع في التلفزيون لزيارة بابا السلام. قد إيه كانت أهمية الزيارة إن متسمية باسم السلام، وقد إيه قدم فكرة السلام لمصر، والكلمة اللي كان بقالها كتير قوي غايبة عن قاموسنا العربي وغايبة عن فكرنا. وكل اللي احنا بنشوفه في الفترات اللي فاتت هي دم في دم وكراهية وشوش غضبة. و حقيقي كان الناس كتير ليها تعليقات في الشارع، ما بقاش في حد بيضحك في الشارع، فيش حد على وشه بسمة. زيارة بابا السلام حملت سلام الله، حملت زيارة خاصة باسم يسوع للعالم. كلمات البابا كانت كلمات كلها بركة وكلها سلام وكلها محبة، وحقيقي كلمات هيتعلم عليها في التاريخ ان دي كانت زيارة قدمت جزء من حقيقي من إيماننا المسيحي في زيارة صغيرة لمدة يومين، إلا أن أثرها هيفضل سنين طويلة قادمة. نرحب بكم في حلقة خاصة باسم ليكون واحدا، والحلقة النهاردة شايلة مفاجآت كتير في الصلاة، وأتمنى تتابعونا لأن حقيقي محتاجين كل قلب على قلبه وحدة الكنيسة وعلى قلبه فكر واحد ونكون واحد في اسم يسوع. برحب بيك يا دكتور إكرام في أول الحلقة. أهلا بيك يا ساندي، وأهلا بأحبائنا شركائنا في الصلاة في كل مكان. والنهاردة الحقيقة في حدث مهم جدا جدا جدا، أنا بعتبر هذا الحدث جزء من استجابة الصلاة اللي إحنا بنصليها في برنامج قوة الصلاة. صلينا كتير جدا من أجل وحدة الكنيسة. جسد المسيح يجب أن يكون واحد، ما ينفعش جسد المسيح يبقى ممزق. والحقيقة الزيارة دي بتحمل استجابة صلاة للي بنصليه، والحقيقة مش اللي احنا بنصليه بس، لكن ده لاشتياق قلب الرب يسوع. ده اللي هنشوفه النهاردة من خلال الكلمات اللي ذكرها الرب يسوع في يوحنا 17. رسالة قدسة البابا فرانسيس لمصر بتحمل السلام وأيضا بتحمل الوحدة والاتحاد. والحقيقة السلام والوحدة حاجة واحدة، ما نقدرش نفرقهم عن بعض. الوحدة ستقود إلى السلام، والسلام سيقود إلى الوحدة، الوحدة ستقود إلى المجد، والمجد سيقود إلى الوحدة. أحبائي النهاردة هنشكر
هنشكر من أجل هذه الخطوة وهنقول له أشكرك يا رب لأنك بتوحد كنيستك، أشكرك يا رب لأن أنت بتعمل شيء جديد في هذه الأيام، والشيء الجديد يتطلب أن الكنيسة تكون واحد، قلب واحد ونفس واحدة وفكر واحد. تعالوا النهاردة نتحد مع بعض علشان نواصل صلاة من أجل هذا الأمر، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. أمين يا دكتور أمين. أحبائنا إحنا بلدنا عانت وبلادنا العربية عانت من روح التعصب اللي أحيانا بنسميها تعصب أعمى، ومش بس على مستوى الديانات لأ على مستوى الطوائف كمان، وبقى كل أتباع كل طائفة بيدافعوا عن طائفتهم بقى بتعصب أكثر من أعمى، ووصلنا لمراحل إن بقينا إحنا كنا شايفين إن مش ممكن لو توحدت القيادات كيف يتوحد هذا الشعب تحت راية اسم المسيح. وإلى اليوم بعض ما يحزن قلوبنا إن هناك البعض الذين لسه بينادوا بكنيستي وكنيستي وكنيستي، محدش بيطلب من حد يسيب كنيسته أو يتخلى عن إيمان كنيسته، ولكن نقدم باسم يسوع المحبة اللي قدمها يسوع نقدمها البعض قبل ما نعرف نقدمها للعالم حوالين منا. وده طلب وده صلاتنا النهاردة، ممكن ده طلبي منك كمان يا دكتور للصلاة لأجل الحلقة النهاردة. هي كنيسته، كنيسة المسيح. أمين، نبقى فاهمين. عروسته. أمين. وعشان كده هي كنيسة واحدة، هو جسد واحد، ده اشتياق قلبه. ما ينفعش يبقى جسد ممزق، لأنه ده قد إيه بيألم قلب المسيح. محتاجين نقدم تنازلات، محتاجين نتواضع، محتاجين كل ذات فينا تتكسر، محتاجين كلنا نيجي عند رجليه ونقول له رب إحنا كنيستك وإنت اللي لازم تتعظم، وإحنا نقل، ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. تعالوا بينا نصلي من أجل أن ربنا يوجد وحدة، وحدة على كل المستويات، وحدة جوه أفراد ناس بيصلوا في كنيسة واحدة ومنقسمين، وحدة بين كنائس مختلفة، وحدة على كل المستويات. تعالوا بينا نصلي أيضا من أجل جزء من يعني هدف زيارة البابا، وهو سلام في أرض مصر، سلام عن طريق الوحدة، سلام لما ما بقاش فيه افتراق، ما بقاش فيه اختلافات. تعالوا نصلي من أجل كل ده، وإحنا واثقين ربنا بيسمع ويستجيب. اسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. يا رب إحنا بنشكرك من كل القلب يا رب لأنك إله السلام. أيضا يا رب بنشكرك من أجل لأنك ترسل يا رب المبشرين بالسلام. ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام. إذا كان إبليس بيرسل أناس يبشروا بالحرب وينذروا بالحرب يا رب، ودول كتروا صوتهم عالي، لكن نشكرك يا رب لأنك بتبعت يا رب ولادك خدامك يا رب اللي بينادوا بالسلام واللي بينادوا بالمحبة. أشكرك يا رب، أشكرك 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 يا رب من أجل زيارة خادمك يا رب قدسة البابا فرانسيس لمصر، وأشكرك من أجل الصور الجميلة اللي تقدمت للعالم عن محبة المسيح، عن وحدة أولادك يا رب في كل مكان. أشكرك من أجل قدسة البابا تودروس، أشكرك من أجل المشهد الجميل يا رب، مش اللي فرح الناس لكن اللي فرح قلبك أنت يا رب. يا رب نصلي أنك تكمل عملك، واثقين يا رب أن ليك عمل في منطقة الشرق الأوسط يا رب، ليك عمل عظيم. إذا كان الشيطان كان ليه خطة وإنت رب أفسدت يا رب جزء كبير منها، هتفسد الباقي، وإنت ليك خطة عظيمة يا رب، وخطتك وقصدك لازم يتم ويعلن يا رب في هذه المنطقة. مجدك يعلن يا رب، مجدك يعلن، كنيستك تبقى مشرقة، تبقى منورة، كنيسة واحدة قوية، مش كنيسة ضعيفة متفرقة مهلهلة، كنيسة مرهبة كجيش بألوية، كنيسة منورة زي الشمس، طاهرة كالشمس، كنيسة جميلة كالقمر، كنيسة تعلن مجدك يا رب في هذه المنطقة، كنيسة رب تعكس نورك يا رب لكل الجالسين في الظلمة. بنصلي يا رب، بنصلي كلنا ثقة يا رب انك بتسمع وتستجيب
نجيب، لا لبر فينا رب، ليس لنا إلا خزي الوجوب، لكن عشان خاطر دمك الزكي الكريم اللي سال على عود الصليب اللي بيغطينا، بنرفع صلواتنا يا رب مع صلوات كل قديسيك في كل مكان يا رب، واثقين إنك بتسمع وتستجيب، ولك كل المجد. آمين. اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مسطرا. قناة الحرية تهدي صليب مذهب من القدس، به قطعة حجر من جبل الجلجثة، لكل مشترك بتبرع $25 شهريا. للاستعلام اتصل بقناة الحرية أو زوروا موقعنا الإلكتروني. بعطائك الشهري أنت عامل في ملكوت الله. Thank you.
أحبانا بعد فاصل قصير فعلا من هل اللي اسم يسوع اللي جمع هذا الجمع أمام شاشات التلفزيون في العالم أجمع اللي بيعلن اتحاد الكنيسة الأرثوذكسية المصرية والكنيسة روما الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية في أول اتحاد فعلي بعد اتحاد حصل فعلا من كم سنة بين الكنيسة الرومانية والكنيسة الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك في بعض الأمور والنهاردة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الكاثوليك في روما بتعلنوا أول توحد وإمضاء على أول وثيقة بتعلن أن المعمودية واحدة. أمين، بعد تاريخيا حصل انشقاق الكنائس في القرن الخامس الميلادي في مجمع خلقدونيا وتم انفصال الكنيسة الأرثوذكسية عن الكنيسة الغربية وسميت الكنيسة الشرقية بالكنيسة الأرثوذكسية وسميت الكنيسة الغربية بكنيسة الكنيسة الكاثوليكية، ثم لاحقا انفصلت بعض الكنائس الثانية وسميت برضو الكنائس الأرثوذكسية في شرق آسيا، وبعدها انفصلت الكنيسة الكاثوليكية أحياء في الغرب وبقت الكنيسة على يد مارتن لوثر كينج وأصبحت الكنيسة البروتستانتية. توضيح صغير، من يسموا شهود يهوى أو الأدوانتيست أو هي مجموعة من الهرطقات اللي نتجت عن انفصال الكنائس، ما نقدرش نقول غير كده، ونتيجة لتعدد المذاهب، ولكن هم إحنا مش بنعترف بإيمانهم ولا هم كمان بيعترفوا بإيماننا، وبالتالي لا يعني هو أمر لازم نوضحه لأن بعض كثيرين بيخلطوا بين شهود يهوى وبين إيماننا المسيحي، وهذا بالتأكيد مش إيمان واحد. بكل تأكيد يا ساندي، في إيمان مسلم للقديسين، في عندنا قانون الإيمان بتاع أثناسيوس بيحمل هذا الإيمان الكتابي المسلم بالقديسين، فأي مجموعة من الناس لها فكرة أو أي طائفة بتؤمن بهذا القانون هي واحد. الاختلافات بعد كده بتبقى في بعض أشكال العبادة، لكن أي حد بيؤمن بقانون الإيمان الخاص بأثناسيوس بالحقيقة نؤمن بإله واحد، وإنتوا عارفين بقية القانون. طبعا زي ما ذكرت ساندي في بدع، هذه البدع تنكر حقائق خاصة بلاهوت المسيح، كل هذه البدع مرفوضة تماما، لكن إحنا بنتكلم عن الكنيسة الحقيقية التي تؤمن بقانون الإيمان، التي تؤمن بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد مش الثلاثة آلهة. الكنيسة دي مفروض تكون كنيسة واحدة لأن قدامها حرب كبيرة. ساندي ذكرت حاجة مهمة جدا، أن بداية الانشقاق كان بعد مجمع خلقدونيا وكان ده في القرن الخامس. لو تعرفوا إيه اللي حصل بعد كده، أنا الحقيقة مش هقول على الهوى، لكن أنا عارف أن أنتوا عندكم يعني فراسة كافية تعرفوا إيه اللي حصل وإيه النتائج اللي حصلت في الوقت ده، إيه اللي حصل. وده كان أنا بعتقد أنه أحد الأسباب المبشرة أن الكنيسة بدأت تنقسم، بدأ البعض يروح شرق والبعض يروح غرب. ظهر شيء ابتدى يمتد ويمتد ويمتد، لكن ده الوقت اللي الكنيسة هترجع تاني تاخد الريادة، ده الوقت اللي الكنيسة هترجع تاني علشان تعلن مجد المسيح من جديد، وده علشان يتم لازم يبقى فيه وحدة. في مثال صغير دايما أذكره، 11-11 لما الكنيسة اتحدت كلها مع بعض وبدأت تصلي، فاكرين؟ ما كانش فيه اختلافات، الكل اتحد والكل هدف يسوع، وبعديه حصلت معجزة عظيمة في مصر. للأسف ده ما كملش، كان نفسي ده يكمل، لكن أنا واثق إن ده هيكمل، وأنا واثق إن كل العقبات اللي الشيطان بيحطها في السكة هتتشال، وهنكمل تاني وهنحط إيدينا مع بعض وهنقول يسوع، إن اخترنا ترنيمة هللويا لاسم يسوع لأني ده الهدف، صدقوني الهدف إن اسم يسوع هو اللي يتعظم، اسم يسوع اللي هو يتمجد. يمكن في بعض الناس اللي بيسمعوني مش موافقين على هذا الكلام، لا هو في فرق بيننا، في فرق بينهم، في فرق. يا جماعة خدوا بالكم، أول ما هذه الفروق بتظهر بتبقى في ضربات قاسية بتنزل، ربنا بيبقى غير راضي على هذا الأمر، ربنا غير راضي على هذا الافتراق. ما ينفعش نقول أنا البولس وأنا الأبولس، لأن لا بولس شيء ولا أبولس شيء، لكن هو المسيح
الكل يتبع للمسيح، الكل ينحني عند أقدام المسيح، الكل يعلن أنه لا توجد رأس إلا المسيح رأس الكنيسة. ربنا يدينا وحدة القلب ويدينا أن احنا نتحد من جديد، وأن الروح القدس يربط قلوبنا في ربطة واحدة ككنيسة المسيح، لأن في مهام كتيرة جدا مستنيانا الوقت اللي جاي. في حاجات كتيرة جدا ربنا عاوز يتممها في العالم بواسطة الكنيسة. وبكلم أحبائي في منطقة الشرق الأوسط، يمكن ظروف بحسب رؤية العيان من سيء إلى أسيء إلى أسوأ، لكن أنا واثق أن الأمور ستؤول إلى تقدم إنجيل المسيح. اسمعوا هذه الكلمات جيدا من فضلكم، كل ما يحدث في الشرق الأوسط سيؤول إلى تقدم إنجيل المسيح بشرط أن تتحد الكنيسة وأن تكون واحد. شايفين اضطهادات، شايفين كنائس بتتفجر، شايفين ظروف في منتهى القسوة وفي منتهى الصعوبة، كل ده هيقول إلى تقدم إنجيل المسيح بشرط أن تتحد الكنيسة بقلب واحد وتهتف يسوع الكل لمجد يسوع. أمين يا دكتور. النهاردة حقيقي اللي في المشهد وفي الصورة هو البابا توادروس، اللي أعتقد أن الرب عطي له نعمة غنية جدا في وجه الكثيرين وفي شخصه هو كمان، لأن أن يحدث هذا الأمر في وجوده في مكان كرسي المرقصية أو كرسي بابا الأسكندرية أمر غاية في الإجلال حقيقي، نقف احتراما لي أن الكثيرين بيخافوا أو يعني مش هقول بيخافوا أكتر مما هم بيراعوا الكثيرين في أفكارهم الخاصة، فبالتالي أنهم ياخدوا خطوة لقدام كانت خطوة حقيقي جريئة، وإن هو يقدم اسم يسوع عن اسم الكنيسة ده كان خطوة حقيقي، الكل يقف إجلالا لهذا الأمر الجلل حقيقي يعني. بتفق معك في كل كلمة لكن بوجه يعني رسالة للناس المعترضة، ومؤكد ان الناس المعترضة مش عارف ما تعرفش ان ده هو اشتياق قلب المسيح. سمعت يوحنا 17 قبل كده؟ قريت يوحنا 17 قبل كده؟ طيب انا هطلب من ساندي تقرا لكم اللي قاله الرب يسوع في يوحنا 17. من فضلك اسمعوا كويس، من فضلك فكر فيه كويس قبل ما تهاجم. احنا بنعلن رأينا، احنا مش مع هذا الاتحاد، احنا بنصلي من اجل هذا الاتحاد. لو تتذكروا احنا برنامج قوت صلاة خصصنا حلقات قبل كده من اجل الاتحاد، من اجل وحدة الكنيسة، لان الحقيقة لما الكنيسة بتتحد النتائج بتبقى مذهلة، واحنا محتاجين نتائج سريعة جدا الوقت اللي جاي، محتاجين فعلا نشوف مجد ربنا في أسرع وقت، لأن في حاجات محتاجة تدخل إلهي غير عادي، لكن شرط أساسي لتدخل الكنيسة تتحد. طيب اسمعوا مع بعض اللي قاله المسيح في يوحنا 17 وبعد كده أكمل كلامي، من فضلك اقري لنا. آمين. رب يسوع كان بيوجه صلاة للآب ووجه صلاة متقسمة لكذا اتجاه، صلاة لأجل نفسه، لأجل الكنيسة، لأجل تلاميذه. في الجزء المخصص لأجل الكنيسة والمؤمنين رب يسوع قال: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، وبيقصد التلاميذ الجزء السابق، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما إننا نحن واحدا، أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. كم مرة بيقول يكونوا واحد؟ كم مرة بيقول يكونوا واحد؟ وأي نوع من الوحدة؟ أي نوع من الوحدة؟ إنها نفس نوعية وحدته مع الآب. هو قال أنا والآب مش اتنين، أنا والآب واحد. وده يمكن أحبائنا غير المسيحيين
احبائنا المسلمين مش بيقدروا يفهموه ويقولوا انتوا مشركين بالله، انتوا بتعبدوا ثلاثة آلهة. يعني غلبنا نقول، معرفش ليه مش قادرين يعني يوسعوا صدورهم عشان خاطر يسمعونا. مؤكد هم مش سامعيننا يا جماعة. احنا مش مشركين، احنا بنؤمن بإله واحد يا جماعة. احنا لما بنقول باسم الآب والابن والروح القدس ما بنقولش ثلاثة آلهة، لكن بنقول إله واحد آمين. إنها وحدانية جامعة، وحدانية جامعة. نحن نؤمن بإله واحد، الآب والابن واحد، الابن كلمة الله، أنا وكلمتي واحد مش اتنين، الابن روح الله، أنا وروحي واحد، الابن الآب الروح القدس شيء واحد، أنا وروحي وكلمتي شخص واحد مش ثلاثة. هكذا يريد المسيح أن تكون كنيسته، بنفس نوعية الاتحاد. ما ينفعش يبقى في انقسام. في أعضاء في الجسد وكل عضو له عمل، لكن ما فيش عضو أفضل من العضو التاني، وما فيش عضو ينفع يتعالى عن العضو الآخر. لماذا نشوه جسد المسيح؟ لماذا نشوه جسد المسيح؟ جسد المسيح يحتاج إلى كل عضو. ينبغي أن تتحد الأعضاء كلها في انسجام تام، وتتحد الأعضاء لتنفذ أوامر البرين، أوامر الرأس، والرأس هو المسيح. يا سلام لو الكنيسة اتحدت. ده شو قلب المسيح اللي كان بيقوله في يوحنا 17، ليكون واحد. قالها أكتر من مرة، أكتر من مرة، يكون واحد بنفس نوعية اتحادي مع الآب. يتحد أفراد جسد المسيح وينفذوا مشيئة المسيح. لو ده حصل، وده هيحصل، هنشوف مجد الرب بيكتسح بيكتسح بيكتسح. هنشوف شيء عظيم، وهنشوف شيء عظيم، هنشوف أمور مجيدة. كل وعود المسيح اللي وعد بيها، الأعمال التي تعملونها تعملونها وأعظم منها. يمكن حطيت على أحد فايلاتي على الفيسبوك معجزة إقامة موتى حصلت الوقت اللي فات، وفي ناس كتير علاقة إحنا مش مصدقين، حاسين إن في تمثيل، في حد كده بيصلي من أجل واحد ميت متصور والميت بيقوم. يا جماعة ده وعد المسيح، ده وعد المسيح. الأعمال التي أعملها تعملونها وأعظم منها. الرسول بولس كانت عصائبه تشفي المرضى. يا جماعة الكنيسة ينتظرها مجد عظيم، الكنيسة ينتظرها مهام عظيمة جدا. العالم يواجه دمار، العالم يعني أقول إيه، يعاني معاناة رهيبة. مفيش أمل، مفيش حل غير أن الكنيسة تاخد دورها، الكنيسة تتحد، الكنيسة تتمم مشيئة إله السلام. أمين يا دكتور. أنا متفقة، يمكن هراجع كمان كلمات الرب يسوع، الأعمال التي نعملها ستفعلون أعظم منها، تعملونها وأعظم منها. في خلال 500 سنة الأولى من قبل انشقاق الكنائس تم انتشار الكتاب المقدس في العالم أجمع. ظهر الرسل وذهبوا إلى العالم أجمع، وابتدوا يعملوا وراهم تلاميذ، والتلاميذ يروحوا كمان يبشروا في مناطق أكتر وأكتر، إلى أن مع مجمع خلقدونيا كان قد انتشر الإنجيل في كل أرجاء المسكونة، وكانت قوة عظيمة جدا، بدون سيف، بدون حرب، بدون ضغط، بدون، بالعكس أصبحت كمان الإمبراطورية الرومانية وعلى يد قسطنطين بتعلن أن الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة. يمكن ده أثر سلبا على الدولة أو على المسيحية في العموم، ولكن إحنا بنقول أن انتشار الكتاب المقدس انتشر في الوقت دوت، ودوت اللي كان أعظم ما حدث، أن يسوع لو كان تلمس 12، وال 12 تلمزوا مئات، والمئات تلمزوا ألاف، وهكذا. وكان ده فعلا عظمة انتشار كلمة المسيح. ولغاية النهاردة احنا بنتكلم عبر الأثير لملايين من الناس، والنهاردة كلمة الإنجيل منتشرة بلغات حدش يقدر يتخيلها. اللي بينزل الابليكيشن اللي اسمها الإنجيل أو The Bible على التليفون
كل يوم والتاني يقول لك new version available أو new language available، وبتتلاقيها كده هوت حاجات بالعامية المصرية موجود، بالعامية النهاردة المغربية موجود، بالعامية السودانية موجود، بالعامية إحنا لغتنا العربية صعبة وهي لغتين المكتوبة غير المنطوقة، وفجأة بنلاقي إن الإنجيل انتشر وكل يوم، ودي علامة اللي بعض الناس هقول للأسف علامة نهاية الدنيا، لهجات جديدة. بالظبط، يعني إحنا عندنا في العربي دلوقتي بقي في لهجات جديدة. ساندي، نفسي ما اعرفش الناس تكون عرفت تجاوب على السؤال اللي انا سالته، ايه اللي حصل بعد مجمع خلق الدنيا في القرن الخامس السادس اصلا القرن السادس اسف، ايه الحدث الجلل اللي حصل، ايه اللي حصل في العالم؟ اتمنى تكونوا يعني عارفين ايه اللي حصل، لان يعني في ناس كتير بتسال ليه. خدوا بالكم انه في نتائج لكل حاجة الإنسان بيزرعها. الله بيحترم حرية الإنسان، الله ما بيفرضش رأيه على الإنسان لأنه خلقه على صورته مش مثال، وده جزء من محبة ربنا الكبيرة. علشان كده في حاجات لما نعملها بينتج عنها نتائج لازم نتحملها. النهاردة أنا مش بدعو الكنيسة، لكن أنا بصلي من أجل نبذ كل الخلافات، وعاوز أتكلم على سكيل محدود. يعني أنتوا عايشين في بلد واحدة، في قرية واحدة، ما ينفعش نبقى متقسمين، ما ينفعش أنا وأنتوا، ما ينفعش، محتاجين نتحد، محتاجين نتحد. على سبيل المثال في مصر لما نقول طيب في تمييز لينا، طب وإحنا مش بنميز بعضنا بعض؟ إذا كنا بنزعل من أنه في تمييز ضدنا، طب إحنا ما بنقومش بنفس الطريقة وبنميز؟ يا جماعة محتاجين نتحد، محتاجين نتحد، محتاجين نكون واحد، محتاجين نشيل كل الحواجز. إذا إحنا ما عرفناش نشيل كل الحواجز خلونا نصلي ونقول يا روح الله تعالى شيل الحواجز، تعالى شيل الفواصل، تعالى وحد قلوبنا، تعالى وحد نفوسنا، وحد أفكارنا، وحد أرواحنا، تعالى ثبت أنظارنا على المسيح، تعالى لمع الهدف قدامنا. قضينا وقت طويل في خلافات، قضينا وقت طويل وإحنا بنجرح في بعض، وإحنا يعني بعاد عن الهدف الأساسي. المسيح ليه هدف وإحنا بعاد عن هدف. المسيح هدفه العالم يعرفني ليؤمن العالم، دي رسالة الكنيسة. الكنيسة موجودة هنا على الأرض من أجل هذا الهدف، إن الكنيسة مش أرضية، الكنيسة سماوية، هيجي وقت هياخدها المسيح للسماء. الكنيسة مش هتفضل هنا في الأرض، لكن طول ما هي موجودة في الأرض موجودة من أجل هذا الهدف، موجودة من أجل إنها تجيب ناس للمسيح، إن العالم يؤمن. والعالم لن يؤمن إلا عندما تتحد الكنيسة، ده اللي قاله المسيح في يوحنا 17، وده اللي بنذكركم بيه. الكنيسة لما تتحد سيؤمن العالم، الكنيسة لما تتحد الناس سيروا مجد المسيح. أمين. الكنيسة لما أمين. تتحد مجد الرب هيعلن، مجد الرب هيعلن، هيعلن على كنيسته وهو هياخد كل المجد. بصلي النهاردة إن ربنا يوحد قلوبنا ويزيل كل الفواصل والحواجز اللي حطها عدو الخير بيننا. أمين يا دكتور. أنت هترجعني لجزء من كلامك، أن أنت قلت أن حصل حدث جلل في القرن السادس. أقول مش هقول الحدث. أنا هقول هرجعك لكام حلقة فاتت وسألتك لما حصل قضاء سدوم وعمورة، وقلت لك هل قضاء الله امتنع، هل الله امتنع عن قضائه حتى الآن على الأرض؟ هل ممكن يحصل قضاء من الله على الأرض أو على شر الناس أو على فجور الناس أو على انفصال الناس ويحصل هذا القضاء؟ قلت لي بالحرف لا، مين قال إن الله هيمتنع قضاءه؟ كان قضاء سدوم وعمورة إبادة، إبادة. أنا بتكلم على إن هل الله امتنع تماما؟ هو بيقول إن لما اتكلم عن أدوم قال إن ذنبهم لم يكتمل بعد. على هنا أنت بتتكلمي على النهاية، وأنا شايف إن النهاية خلاص إحنا قربنا، لكن أنا بتكلم على اللي حصل نتيجة الانفصال الكنائس، ونتيجة الانفصال الكنيسة الله أنزل قضاء. يعني هي طبعا عصاية جامدة جدا. بالضبط، قضاء الله اللي أنزل في ساعتها لغاية النهاردة الكنيسة فضلت تتباعد تتباعد تتباعد، وهذا القضاء بينتشر وينتشر وينتشر إلى أن
النهارده بنيجي لوقت الحصار الاخير بقى اللي هو اللي الله بيقول فيه بصوت عالي يكفيكم هذا، يكفي هذا، زي ما قال التلاميذ لما بيقولوا له معانا سيفين قال له يكفي هذا، انتوا ما فهمتوش حاجه بقى. دلوقتي لازم تبتدوا تفهموا. الخطوه اللي حصلت مع الكنيستين ديت من اعظم الخطوات التاريخيه اللي هتكتب. بس المهم يا ساندي ده يبقى على مستوى الاشخاص. انا عايزه كلمه توجهها على مستوى الاشخاص، لان احزنني ما احزنني ان انا اشوف بعض التعليقات على الفيسبوك ان كان البابا تواضروس اجرم، وان اللي حصل دوت هو نوع من انواع الخيانه العظمى في حق الكنيسه. عارفه الايه اللي بتقول يا تلفي يا تلفي الناهبون ينهبون نهبا؟ صرخه الشيطان دي، انا اعتقد البابا تواضروس وهو بيحضن البابا فرانسيس الشياطين بتصرخ، يعني الشياطين ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ احنا عاوزين خلافات زي ما كان حصل خلافات وجبنا حد تاني، احنا عاوزين الخلافات دي. فالشيطان غير راضي، الشيطان هيقاوم ده بعنف لان ده خطر على مملكته. ابليس فاهم، ابليس فاهم كويس قوي، وفاهم كويس قوي الكتاب، مش فاهم، فاهم كويس قوي الكتاب، وفاهم خطه الله تتم ازاي. فلما يشوف ان في وحده بتتم لازم هو ليه اتباع، ليه ناس هو بيعرف يحركها زي ما هو عاوز، فبيحرك دول عشان خاطر يعترضوا. وانا بقول لدول يا جماعه انا مش بهاجمكم، انا مش بهاجمكم، لكن لا تعطوا ابليس مكانا بجهلكم بالكتاب المقدس، لا تعطوا ابليس مكانا. كلمه تعصب معناها في عصابه سودة على عينيا بتخليني مش شايف. ليه أنا زعلان من تعصب اللي فجر نفسه ودمر ناس؟ ما هو ده متعصب على عينه عصابة سودة، هو اللي بيعمله ده بيفكر إنه بيقدم خدمة لربنا، هو بيفكر إنه هو كده بيخدم ربنا وبيرضي ربنا. طبعا أنت شايف إن ده مش صح، كذلك أنت كمان أحيانا ممكن يبقى على عينك عصابة تخليك مش شايف الحقائق. اقرأ الكتاب وقول له شيل كل عصابة من على عيني. اقرأ النهاردة يوحنا 17، أنا بدعو كل شخص غير راضي على اللي حصل، مش عاوز وحدة، كل شخص مصر على تعصبه، اقرأ النهاردة يوحنا 17 وشوف فكر المسيح. خلي نور الإنجيل ينور، خلي الحق اللي معلن في كلمة الله يحرر، الحق يحرر من قيود التعصب، من قيود الكراهية، من قيود عدم قبول الآخر. كمان يا سيدي احنا عندنا المشكله دي موجوده في مصر بالطبيعه، او موجوده في الشرق الاوسط بالطبيعه، مشكله عدم قبول الاخر. انت مش بتؤمن باللي انا بؤمن بيه انا بكفرك، انت كافر. ربنا يعني يعالج هذه المشكله، يعالج هذه المشكله فينا اولا، ولما احنا ككنيسه نتعالج ونبقى واحد ربنا هيعالج ده مع الملايين، مع الملايين. احنا بنصلي من أجل الملايين، احنا بنعلم بكل وضوح بنصلي من أجل الملايين، لأن إيماننا أن ما فيش خلاص إلا عن طريق المسيح، ما فيش طريق تاني للسماء إلا عن طريق المسيح، ما فيش خلاص إلا عن طريق الفداء الذي تم على صليب المسيح. مفيش حاجة تغسل من الخطية غير دم المسيح. بقوا هاجم هجوم غير عادي على الفيسبوك، أنت اللي بتؤمن بإله ميت، أنا يا جماعة إلهي مش ميت، أنا إلهي حي قائم من بين الأموات، قام وانتصر على الموت، أنا إلهي ملء السماوات والأرض، الإله العظيم. وبقوا هاجم إله، أنا أكرز بالصليب، أكرز أن الله ظهر في الجسد ومات لكي يفدي الإنسان، ولا يوجد خلاص إلا عن طريق الإيمان بيسوع المسيح، ولا يوجد طريق إلى السماء إلا عن طريق يسوع المسيح. وهنعلن ده وهنفضل نعلن ده، بس المهم إحنا في الأول نتحد، نكون واحد علشان نوصل لهؤلاء، علشان نتكلم بسلطان، علشان لما نتكلم الروح القدس ينخس القلوب زي ما عمل بطرس. بطرس كان بيكلم يهود متعصبين، لكن عندما تكلم نخسوا في قلوبهم، لأن الكلام بسلطان. عاوزين كلام الكنيسة يوصل للعالم، يوصل لمليارات، مليارات، مليارات لا تؤمن، مليارات تقول مش ممكن الله يتجسد، مليارات تقول مش ممكن الله يموت، مليارات يقولوا ده كفر. الكنيسة لن تصل إليهم وتؤثر إلا عندما تكون واحد، وبقوة الروح القدس تستطيع أن تؤثر في هؤلاء.
أمين يا دكتور، أنا عندي أسئلة كتير، ومش بس أسئلة، هي كمان بوجه للأحباء الحقيقي رافضين أو متعصبين ناحية اسم كنيستهم. أنا مش هقول غير حاجة واحدة، اذهب وإقرأ الإنجيل وشوف اللي مكتوب فيه عن روح التدين وروح الفريسية وماذا نعتهم الرب يسوع. لو أنت تقبل النعت دوت يكون عليك، لو تقبل إن الرب يسوع يقول عليكم يا أولاد الأفاعي، لو تقبل إن الرب يسوع يقول عليك أنت قبر مبيض من بره من جوه عفن، شوف الكلام ده لو أنت هتقبله على نفسك من الرب يسوع. هو عدم فهمه أكتر يا ساندي. لا يعني التدين، أنا بتكلم على روح التدين اللي بيتكلم على كنيستي، مش مسيحي. المسيحي. مش مسيحي. هو فهم غلط. هو فهم إن ده نتيجة لإخلاصه للمسيح. فعلا الناس محتاجة النور ينور عينيها، الناس محتاجة نور الإنجيل. أمين. الناس محتاجة الحق اللي معلن في الكتاب اللي قريناه في يوحنا 17، هطلب منك تقريه تاني وأنا هقراه. ده الحق اللي مفروض يحرر الناس من تعصبهم. أمين. أمين. أنا ده الحق معاك. تعرفون الحق والحق يحرركم. لازم نبقى فاهمين إن إحنا بنحارب روح شريرة اسمها نعم. روح التدين وروح التعصب. نعم. اللي بيفهم واقع الروحي إن إحنا واقفين في موقف إن دي أرواح ضد المسيح، وأرواح بتمنع الكنيسة إنها تبقى كنيسة حقيقية عروس مزينة لعريسها. نعم. عندي شوية أسئلة بس بعد التليفون اللي جاي. معايا حضرة القسيس ميشيل ميلاد، وكان حاضر امبارح في لقاء الأزهر. أهلا بيك حضرة القسيس. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، ومرحب في أي وقت معانا في برنامج قوة الصلاة. ربنا يخليك. الرب يبارك. اهلا بيك جناب القسيس، يشرفنا انك تكون معانا. يشرفنا جدا انك تكون معانا، ونفسنا تنقل لنا الصوره وتنقل لنا انطباعاتك الروحيه للي بيحصل على ارض الواقع وانعكاساته على اللي بيحصل في العالم الروحي اللي احنا عايشينه، ان احنا منتظرين نهضه عظيمه في مصر يا جناب القسيس. امين يا دكتور. اتفضل. بصي، انا واحده من الحاجات اللي مشجعاني جدا انه ده تعزية للكنيسة على اللي حصل في يوم حدث الدعوة، إنه تعلن كلمة واسم يسوع في بلادنا على عبر الشاشات وفي جامعة الأزهر وفي في الأوتيل الماسة. كانت حاجة رائعة جدا جدا إنه بابا الفاتيكان ممثل الكنيسة الكاثوليكية يكون موجود في مصر. نعم. وقد إيه شعب مصر كان فرحان بيها. لكن لو انا حابب هقول لك على حاجه فرقت معايا من زياره قداسه البابا، اقول لك المحبه الحقيقيه اللي بيظهرها هذا الرجل مثالا بسيده وتواضعه، قد ايه وهو بيعانق الامام، بيعانقه بحب حقيقي مش عشان شاشات التلفزيون. دي لمست قلبي. وانه يتكلم بكل جهاره انه الله مش محتاج حد يدافع عنه. بالظبط. وانه سوري؟ لا، من كلماته اللي هتتسجل بحروف من ذهب. طبعا يعني قال كلام، يعني البعض قال انه ما تكلمش كلام من الكتاب، لا، هذا الرجل لاهوتي رائع، اتكلم كل كلامه له دليل كتابي. لما بيتكلم عن انه الله مش محتاج ده حد يدافع عنه، انه اي عنف او اي اضطهاد الله ما بيقولش عليه، أي دين بيدافع عن الله أو بيمنح الإرهاب هو مش من الله. راجل بيعلن كلمة الحق بكل استقامة وبيعلن الحب للآخر. نعم. بشكل رائع. ما انساش فيديو حضرته له وهو بيغسل أقدام الناس يا جناب القسيس، يعني مش أي ناس، المساجين والمساجين ومش حقيقي. ومش قدام الكاميرات يعني. لا لا، واضح جدا محبة المسيح اللي فيه بيعلن. دي حقيقة. وأنا عايز أقول إنه الكنائس التقليدية النهاردة يا دكتور، لو أنا سمحت لي إن أنا أقول عنها كنائس استراتيجي اللي ليها تقليد، النهاردة بقت تنفتح على عمل الروح بشكل رائع جدا. شكر ربنا. إحنا محتاجين إحنا نتغير علشان نقبل الآخر بعقيدته ونفهم إنه العقائد الأخرى زي ما حضرتك كنت بتتكلم، الكنيسة واحدة. نعم. حضرتك بتصلي في كنيسه وانا بصلي في كنيسه، لكن الهنا وابونا واحد. نعم. صحيح. لو ابونا مش واحد دي مشكله. صدمت بتصريح طلع من احد الاشخاص ان الهنا مش واحد،
ونشكر الله ان احنا دلوقتي بنرد وبنقول الهنا واحد، نحن نتبع واحد. اله واحد، وان اختلفنا انا لابس بدله ممكن يقعد جنبي واحد لابس جلابيه، احنا مختلفين في التقليد اللبس، انا بدله وهو بجلابيه، هو باي طريقه من، لكن احنا واحد، احنا واحد. لكن هو ابوه مين وانت ابوك مين؟ واحد. لو الاب مش مختلف. نعم نعم. الاب مش مختلف، ده ابويا يسوع المسيح، ابويا الله الاب، حضرتك نفس القصه. نعم. فاحنا اولاد الاب واحد. جناب القسيس، ايه اللي في قلبك الوقت اللي جاي تشوفه في مصر في مجال الخدمه؟ محتاجين نتشجع ونفرح. أنا مصدق يا دكتور إنه الصلوات اللي قضيناها كتير عشان الله يفتقد بلادنا ونهضة حقيقية باسم يسوع، هنشوف نهضة حقيقية في بلادنا. أمين. إنه الكنيسة يكون ليها سماوات مفتوحة في بلادنا. وأنا مصدق يا جناب القسيس، وأنا مصدق. أمين. ربنا يبارككم ويستخدمكم، والوقت اللي جاي محتاجين صلاه واحنا بنصلي. احنا معاكم بكل قلوبنا. استاذنك جناب القسيس، ممكن تصلي لنا من اجل ان ربنا يشيل كل العواقب وكل الفواصل اللي بتفصل بين المؤمنين بين الكنائس لنكون واحد؟ تصلي لنا من اجل افتقاد الهي لمصر الوقت اللي جاي. تفضل يا جناب القسيس. تفضل. أبونا الرائع الصالح، من كل القلب بنشكرك لأنك أنت إله عظيم. بشكرك لأنه في بيتك الآن إننا نكون واحد. يا رب بشكرك لأن كل خطوة ناحية الاتحاد، صح يا رب مش كلنا هنكون عضو واحد، لكن كما إن الجسد واحد لكن له أعضاء كثيرين، إحنا بنصدق إنه كنيستك المتنوعة الجميلة اللي في يوم من الأيام هنعبد بدون انفصال. امين. لما تيجي وتاخد الكنيسه اشكرك، ساعتها مش هيكون في فرق، ساعتها رب هنعبد بلحن واحد وهنرنم ترنيمه واحده. يمكن النهارده بنرنم ترنيم مختلفه، لكن نعم. هيجي الوقت ان الكنيسه هترنم في ترنيمه واحده وتعظم الخلق. يا رب تعالى واكسر كل تعصب، تعالى وشيل كل عصابه من على العيون، تعالى وافتح القلوب يا رب عشان الجميع يعرفك والجميع يكون واحد. يا رب انا بصلي الافتقاد حقيقي لبلادنا. بشكرك يا رب لاجل الكنيسه الارثوذكسيه في بلادنا. اشكرك يا رب. لاجل الكنيسه الكاثوليكيه. اشكرك. لاجل الكنائس الانجيليه، لاجل الكنيسه الاسقفيه. انا بصلي يا رب انه كنيستك يحصل فيها نهضه. يا رب. قداسه البابا طوادرون. يا رب. لحياته ومحبته الحقيقيه وتواضعه. بشكرك لاجل قداسه البابا فرانسيس وزياره لبلادنا. يا رب بصلي افتقاد للكنيسه الكاثوليكيه وافتقاد للكنيسه الارثوذكسيه. يا رب بكل المذاهب في بلادنا. انا بصلي لاجل مجلس كنائس مصر. يا رب بصلي لاجل شركه الكنائس في بلادنا انها تكون حقيقيه بمحبه حقيقيه. في اسم المسيح بارك عمل واستحق قلوب لمعرفه. شيل كل عصابه وكل غمامه يا رب. الى هذا الظهر اعمى اذهان غير المؤمنين، تعالى ونور بانجيلك في بلادنا لمجد المسيح. بشكرك لانك تسمع وتجلس في الكرامه وكل المجد. امين امين. شكرا لي جناب القسيس، واهلا بيك شريك معانا في قوه الصلاه. شاركنا الصلاه، وارجو انك تحمل يعني محبتنا لكل افراد الشعب اللي بتخدمه. واهلا بيك دايما معانا شريك في برنامج قوه الصلاه، ونعدك انك تكون دايما في صلواتنا يا جناب القسيس. شكرا لي. ربي يبارك حياتك حضره القسيس، و يعني اللي صليت ليه هو اللي احنا بنصلي ليه للحلقه النهارده. امين. عاوز اوضح حاجه يا ساندي، ان احنا ما بنهاجمش تقليد، بالعكس احنا يعني بنحترم كل تقليد، لكن بنقول ما ينفعش تقليد بدون جوهر. اوعى تتمسك بالتقليد وتنسى الجوهر. من فضلك خليك امين جدا على تقليدك ونفذه بكل امانه، لكن نفذه بمحبة للرب يسوع، وتعود أن تحترم الآخر. ما ينفعش تهاجم الآخر، لأن ممكن تكون فكرتك عن الآخر فكرة مغلوطة. وده اللي أنا اكتشفته، أني أنا متمسك بتقليد معين واخد فكرة مغلوطة عن الطرف الآخر. ساندي، المسلمين يفكروا إيه اللي بيحصل في كنائسنا؟ أنا التقيت بناس كتير من الأحباء المسلمين،
ولما يمكن دخلوا كنايس استغربوا، لأن الفكرة اللي واخدينها من وهم صغيرين إن الناس بتخش الكنيسة عشان تشرب خمر، خلاص هم مصدقين كده. طيب أنت بتروح الكنيسة هل ده بيحصل؟ أو الناس بتروح الكنيسة عشان خاطر قبلات في القداس قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، عارف بيقبلوا بعضهم إزاي الناس كده لكن ده انطباع متاخد عند ناس في منتهى الجهل، مش فاهمة اللي بيحصل ومصر عليه. اوعى كمان انت كمان يكون عندك نفس الشيء، اوعى يكون التعصب الأعمى يخليك لا الآخرين دول بيعملوا كذا، الآخرين دول مين قال لك ان الآخرين دول بيعملوا كذا؟ يا جماعة بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح. يا أحبائي أي كنيسة مسيحية بتؤمن بقانون الإيمان، قانون الإيمان المسيحي هو الذي يجمعنا، وأي حد لا يؤمن بقانون الإيمان المسيحي هو أناثيمة، هو غير مسيحي. شهود يهوى ليسوا مسيحيين لأنهم ينكرون لاهوت الابن. لكن أي من يؤمن أن يسوع قد جاء إلى العالم يؤمن بلاهوت الابن، يؤمن بقانون الإيمان، هو مسيحي، عضو معانا في جسد المسيح. أبينا أم شئنا هو عضو معانا في جسد المسيح وإحنا واحد. النهاردة بنصلي مش من أجل الاتحاد لكن من أجل أن ربنا يكمل الاتحاد. ربنا استجاب، ربنا استجاب. شفتي جناب الأسيس لما قال، أنا عارف أني عندك تليفونات أني في الأزهر لأول مرة يتقال اسم يسوع، السبب إيه؟ الراجل في تواضعه جه من أجل وحدة، ولما الوحدة تمت على طول الثمر بيظهر، المسيح وعوده بتتم فورا. اسم يسوع يظهر، ذكر في الأزهر منذ سنوات لم يذكر. مش بس كده، محبة يسوع أظهرت، أظهرت للناس طبعا، يعني في مكان لا يعترف باسم المحبة كمحبة طبعا، ويظهر شخص يحمل محبة المسيح ويدخل برجليه جوه هذا المكان ويقول لهم أنا جاي بمثل محبة المسيح فده أمر رائع. ولما الناس تجوجل اسم قداسة البابا وتشوف عمل إيه وغسل رجل اللاجئين وغسل في حد من الأمراء، غسل رجل لاجئين، في حد عمل كده؟ أو استقبلهم في بلده؟ يعني أنت قدرتي، الراجل ده عمل كده. الأم تريزا كانت بتحتضن اللي عندهم جزام. نقول إيه؟ ما هي دي محبة المسيح اللي لازم تظهر للناس، اللي الناس لازم يعرفوه. أنا عارف عندك تليفونات، لكن تقابلت مع أحد الأشخاص اللي تعرف على المسيح بطريقة عجيبة جدا، وكان من خلفية متعصبة جدا، وكان قاتل ومضطهد، أصيب ودخل مستشفى، والمستشفى دي كانت مستشفى مسيحي. هو طبعا عارف أن كل اللي شغالين في المستشفى دول كفرة، لكن طبعا بيعالجوه ومستغرب ليه الكفرة بيحبوه. في يوم من الأيام اضطر أنه يرجع يتآية، ففوجئت أن أحد النرسات وهي من دولة أوروبية بتحط إيديها عشان تاخد المئياء بتاعته. فالحقيقة المنظر ده لخبطه وسلم حياته للمسيح وبقي ملك للمسيح. قال مش معقول الناس دول يبقوا كفرة، مش معقول الناس دول، مش معقول الناس دول يكونوا بيؤمنوا بإله مش هو الإله الحقيقي. أنا عاوز أقول لك محبة المسيح بتعلن، محتاجين نظهر محبة المسيح، محتاجين نوري محبة المسيح. الناس محتاجة تشوف محبة المسيح، الناس مساكين محتاجين يشوفوا، محتاجين يشوفوا. وده مش هيحصل غير لما نتحد ونكون واحد ونظهر محبة المسيح. أمين أمين يا دكتور. قال أحدهم في أحد اللقاءات إن أكتر ما يحتاجه العالم اليوم هو الحب. العالم بيفتقد للحب وبيفتقد للي بيدي الحب، وجرب قدم محبة وشوف اللي هيحصل من ورا منها. جرب، لأن المحبة مش يعني اقرأ كرونسوس 13، كرونسوس الأولى 13، المحبة لا تسقط أبدا، ما فيش عمل محبة هيسقط للأرض مش هينبت، فيش عمل محبة هيروح في الهوى، فيش عمل محبة حقيقي مش هيكون من وراه نفس بتيجي للرب. معايا بنت الرب من مصر، أهلا بيك يا أختي. أهلا
أنا مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، ممكن أكلم أبونا إكرام؟ طبعا حضرتك. تفضلي تفضلي. أنا حابة إن أنا أشهد لحضرتك، كان عندي فيروس فيه وصلت معايا نفسك والحمد لله، عملت التحليل مرتين ما فيش حاجة، يعني الفيروس راح. بس ليا كلمة صلاة ممكن أقولها؟ تفضلي. بنتي عندها كهرباء زيادة على المخ، من وقت اللي كانت تسقط وتقع ويعني بيحصل لها حاجات صعبة شوي، فعايزة أقولك تسلمها الكهرباء دي، أمين في اسم يسوع، يمد إيده عليها وتشفى تماما. وهي بكرة رايحة تمتحن علشان تاخد رخصة. رخصة للسواقة. هي اسمها إيه؟ حضرتك تصلي. اسمها إيه؟ بنت رب من مصر. بنت رب. امين. اعدك بالصلاه من قبلها، والاله اللي شفاكي، الاله اللي شفاكي هيمد ايده يلمسها. وبس بطلب منك انك تشاركينا كمان في الصلاه، وبطلب من كل احبائي نشكر الله، ربنا بيشجعنا. اشكر ربنا من اجل لمسته الشافيه ليكي، وزي ما لمسك هيلمس بنتك. من فضلك صلوا لبنتها، وبكره في الرخصه ربنا يقف معاها ويتمكن. امين في اسم يسوع. امين يا ابونا احسن. دي كانت مره تدخل الرخصه دي ومش عارفه تاخدها، وبسببها الكهرباء يعني بتوقعها وحاجات كده، مش عاوزه اتكلم. واصلي صلاه من اجلها، وربنا يتمم شفائها كامل. هو الاله القدير صاحب لمسه الشفاء العظيم. هنصلي لها، وانت كمان تشاركينا الصلاه من اجلها، وانا عارف انك بتصلي لها، واحبائي كل شركائنا في كل مكان من فضلكم صلوا لها، وصلوا لها من أجل بكرة إن ربنا يقف معاها ويسندها ويعديها الامتحان بنجاح. أمين. في اسم يسوع. أمين. أحبائنا، بمناسبة حالة الأخت اللي تم ذكرها، هننشر فيديو هايل جدا، يمكن الحلقة اللي بعد اللي جاية، لواحدة من الناس اللي احنا كنا صلينا لها خلال السنة اللي فاتت، و قد إيه إن الرب تعامل معها خلال السنة ديت، وإحنا في مرحلة تجهيز الفيديو. أمين. ويعني قد ايه ان الرب بيقدر يتدخل في حياه بعض الناس من خلال هذا المرض، الابليبسي او اللي بنسميه بالعربي الصرع. وبعض الناس التانية يمكن هيكون حد معانا موجود في الاستوديو، طفله صغيره مصابه بكهرباء زياده في المخ كمان، بتشارك مامتها باحتياجها للصلاه. في الفتره الجايه تابعونا، لان في حالات احنا بنعرضها كنموذج لحالات بتتكلم معانا. معايا الأخ أحمد من أمريكا، أهلا بك أخوي. السلام عليكم. السلام ليك. سلام ونعمة. مشتاق لهذه القناة ولهذه الوجوه الطيبة. ربنا يباركك. أهلا بك يا أستاذ أحمد، حضرتك من نيوجيرسي؟ نعم. كلمتنا قبل كده. أنا أحب أبدأ بالدعاء. تفضل. أمين. وعلى فكرة عاوز أقول لك حاجة يا أستاذ أحمد، أنا من ساعة ما اتصلت المرة اللي فاتت وأنت كل يوم أنت وأسرتك في صلاتي يا أستاذ أحمد، يعني أنا معرفش ربنا شغلني بيك جدا، ومبسوط جدا أنك بتكلمنا للمرة الثانية. اتفضل ادعي لنا يا أستاذ أحمد. اتفضل. الواقع هاي المكالمة الثالثة. أنا ورا الانفجار كان أكو في برنامج عملت مداخلة، وقلت للأخ، كان شوية متشنج للأسف، قلت له صدقني سوف يكون فجر جديد في مصر. أمين. ولكن هو كان شوية عنده ردة فعل. أما الدعاء فأنا أقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزق قلوب البشرية حب الله حبك. أمين. 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 وتشفي مرضى الإنسانية يا رب. من كل الأمراض النفسية والمادية، وتزرع هذا الحب بحيث يكون الإنسان محبا لأخيه الإنسان أينما كان كيفما كان، لله وفي الله ولله. أمين. أمين. أمين أخويا أحمد. أمين يا أستاذ أحمد. وأهم حاجة قبول الآخر. أنا الحقيقة يعني من الحاجات اللي بحبها جدا فيك قبول الآخر حقيقة، لأني لغة المحبة هي لغة ربنا يا أستاذ، يعني الله محب، الله محب، وأي تصرف ما فيهوش محبة
مؤكد مش من ربنا. يعني إذا كنا بنقول إن المحبة من ربنا فالبغضة والكراهية والقتل ده مؤكد من الشيطان مش من ربنا. قد إيه لامس محبتك وقد إيه يعني لامس صدق محبتك وقد إيه إحنا سعدة بمشاركتك. اسمح لي هل ممكن أدعي لك على الهوى يا أستاذ أحمد ولا؟ أنا أشكرك وأحب فد ملاحظة. تفضل. وتدعينا وأنا أدعي لك. شوف أكو فد مفهوم للأسف خاطئ عند الناس. نعم. وخصوصا عند الأديان. نعم. الله هو واحد لكن مفهومنا للوحدانية يختلف. نعم. ولكن هذا يراد منه الحوار العلمي. نعم. اللي كله محبة الله اللي ناشرها في الكون لأجل الإنسان. هذا اللي غائب للأسف الشديد. وهذا الكلام اللي انطلق من الأب الذي زار مصر الحبيبة. نعم. بكل أنواع البشر اللي فيها. أنا أعتقد رسم خارطة جديدة للمحبة في الإعلام لأنه ذهب علانية لهذا البلد. نعم. وليس بسفرة سرية. وهذا تخلي الإعلام يراجع نفسه اللي قاعدين للأسف يزرعون البغضاء والشحناء والسب والشتم بهذه الفضائيات اللي أنا أعتقد إنها مسيرة لأنها تخلو من الحكمة. نعم. شو الحكمة يعني؟ أنت لما تهاجم الأديان شو هي الحكمة؟ شو تريد يعني؟ تريد من بعد داعش يطلعوننا فواحش تضرب المسيحية بالإسلام؟ هذا حرام طبعا. والله حرام هذا. احنا نريد كبشر كما أقبلك وتقبلني. مو بس أقبلك وتقبلني بل أنا أعمل وياك تعمل معي ساعدني أساعدك. أنا أشوفك في الطريق ما أعرفك أنت مين ولا أنت تعرفني أنا مين. نعم. لأنه احنا كبشر نساعد ونعمل سوية ونحرس الأرض ونأكل الزرع صح لا؟ نعم. لماذا هذه الإنسانية تغيب من بعض الفضائيات؟ وأنا أقول لك أنا واحد من العراقيين أكو بعض الفضائيات باسم المسيحيين عراقي يطلع بها أنا مكتئب منه ويا ليت الله يزيل هكذا فضائيات والله العظيم لأنها كلها بغضاء وفحشاء وما يعطوك كلام للعلم يعني تقول له تفضل أنا أريد أحارك يا أخي يغلق التليفون بوجهك. نعم. حرام هذا الكلام. شوف حبيبي إذا كان المسيح يقول الله محبة. نعم. الإسلام يقول ما الدين إلا الحب. الحب اللي يجمعني بينه وبينك كبشر نوع واحد. أستاذ أحمد ربنا سايب الإنسان يتصرف بحريته لكن نشكر الله أنه ادانا عقل عشان نميز زي ما أنت بتعمل بالظبط. زي أنت بتشوف أي حاجة بدافع المحبة تبقى من ربنا وأي حاجة بدافع الفرقة والانقسام والكراهية مؤكد بتبقى من الشيطان مش بتبقى من ربنا. قد إيه كلامك قيم جدا ونعدك يا أستاذ أحمد أن أنت تكون دايما في صلواتنا وأدعيتنا وأنت كمان من فضلك يعني تكون متواصل معنا باستمرار. حقيقي أنا شخصيا بحب الصدق والإخلاص اللي جوه قلبك وبقول يا ريت كل الناس يبقوا زي الأستاذ أحمد في صدقه وفي إخلاصه وفي محبته. اسمح لي في الوقت ده أني أدعي لك وأدعي من أجل أسرتك لو سمحت. يا رب إلهنا العظيم القدير رب السماوات والأرض الإله الواحد الذي لا شريك له بشكرك يا رب من كل القلب لأنك يا رب بتحبنا وأي محبة رب محبتك لينا محبة بلا حدود يا رب نشكرك 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 فعلا يا رب سبيت قلوبنا بمحبتك وبسألك يا رب أنك تسبي قلوب الكل بمحبتك يا رب. يا رب أنا بشكرك يا رب من أجل أخوي يا رب الأستاذ أحمد يا رب وزي ما بيباركنا أنا بطلب يا رب أنك تباركه هو وأسرته يا رب تملأ قلبه بالسلام يا رب على قلبه يا رب
شفى الناس التعبانة، بصلي من أجل كل إنسان مريض يا رب، بصلي من أجل كل إنسان مقيد قيده عدو الخير. أنت وحدك يا رب اللي تقدر تلمس اللمسة الشافية، أنت الإله العظيم اللي عندك الشفاء، وأنت رب وحدك اللي تقدر تحرر يا رب من قيود يا رب الظلمة، من قيود إبليس. مين يقدر يفك القيود غيرك؟ أنت وحدك يا رب. يا رب بارك يا رب، بارك يا رب الأستاذ أحمد، وبارك أسرته يا رب، بارك كل فرد من أفراد أسرته يا سيد الرب. عندي إيمان وثقة رب إنك هتباركه، عندي إيمان وثقة رب إنك هتبارك كل أفراد أسرته يا رب. ويا رب أنا واثق رب إنك بتسمع لصلاتي، أنا واثق رب إنك بتستجيب، وأنا واثق رب إنه من فمك يا رب خرج الأمر بالبركة، لأنك في كل حين تسمع وتستجيب، ولك كل المجد. أمين. أمين. أستاذ أحمد أنا بشكرك جدا جدا جدا، وبكرر للمرة الأكثر من الثالثة يمكن قد إيه ببقى فرحان لما بتتواصل معايا، وأنا على المستوى الشخصي بصلي من أجلك كل يوم. أمين أمين. معايا بنت الرب من كندا، أهلا بيكي أخت بنت الرب. يمكن حصل مشكلة في التليفون. معايا بنت الرب من مصر، أهلا بيكي. ألو. أهلا بيكي، تفضلي. ماشي، أقول لك بنت الصلاة. طبعا تفضلي. ماشي. أنا على الهوا دلوقتي. حضرتك على الهوا. ماشي. أنا عايزة طلبة صلاة من أجل عماد، عنده ورم في المخ. عماد عنده محتاجة عملية بسرعة، هو شاب ومحتاج عملية بسرعة وتكلفتها كبيرة وهم مش عارفين يعملوا ايه، فاحنا عايزين طلبة صلاة يعني ربنا يلمسه بمعجزة او ربنا يدبر لهم التكاليف العملية، عايزين صلاة كتير من اجل الموضوع ده. اسم يسوع. امين. حاضر. سنه حاضر. كم سنة عماد؟ اسمه عماد. سنه كم سنة؟ 35. 35. امين. حاضر اختي، هنحطه في طلبات الصلاه ونفضل نصلي له لغايه الصلاه. يا ريت كل اللي سامع يصلي على سنه. امين امين. هو منين عماد؟ ساكن فين في القاهره؟ في بني سويف. بني سويف. بني سويف نفسها ولا نواحي بني سويف؟ قريه يعني قريبه لي. قريه من قريبه من سويف. انا بطلب من كل احبائي الصلاه من اجل عماد، و يعني من يستطيع أن يقدم محبة ويظهر المسيح من خلال محبته وأعمال الرحمة، من فضلكم إحنا بنحط عماد قدامكم من أجل أنكم صلوا من أجله في اسم يسوع. أمين. وأرجوك يا أختي يعني أي تطورات للوضع دوت من فضلك شاركينا بأي، لو دخل عملية، لو حصل أن الرب تكفل بعمليته بشخصه، ياريت شاركينا باللي هيحصل بعد كده. احنا مؤمنين ومؤمنين ان الرب بيتدخل باكتر من اسلوب، سواء كان الاسلوب الطبي او بايده هو شخصيا، بس امين هتشاركينا وتقولينا ايه اللي حصل مع عماد وهتكون معجزة. معايا بنت الرب من امريكا، اهلا بيكي. خير. حضرتك معانا على الهواء، اهلا بيكي. اهلا وسهلا حضرتك من كندا. اهلا حضرتك، رجعتي مره ثانيه، اهلا بيكي. ايوه لو سمحتوا، انتوا بتقولوا الوحده، انتوا مش عارفين الوحده يعني معناتها ايه. احنا بنحبكم، بنحب كل الناس وكده، بس معنى الوحده ان الكاثوليك مش بيؤمنوا بالمسيح واحد، ده بيؤمنوا بلوسيفر، وجايبين شمامسه بيقولوا اوه لوسيفر. حاجه ثانيه، العماد بتاعهم بيختلف عننا، احنا بنتعمد بالتخطيص، هم بيتعمدوا بالرش. هم بيقولوا ان العذراء بلا دنس، الماكولت كونسبشن، احنا بنقول غير كده. المناوله هم بياخدوا الجسد ما بياخدوش الدم، احنا بناخد الجسد والدم، والدم والجسد عباره عن زي فطيره كده صغيره. انا عاوز اسالك معلش، انت منفعله جدا جدا، طبعا احنا مش هنبقى في مستوى معرفه قداسه البابا طاووسروس، مؤكد قداسة البابا طاووسروس يعرف أكتر مننا بكتير، وإحنا بنثق في قداسة البابا طاووسروس، وبنثق إنه ربنا هو اللي اختاره للكنيسة. المفروض تكوني أنت عندك نفس الإيمان
ان القرعه الهيكليه ده اختيار الهي، وان الاختيار الالهي هو اللي اتى بقداسه البابا تادروس، ونحن نثق في حكمه هذا الرجل وفي محبه هذا الرجل. ممكن ارد؟ هتردي؟ انا عارف ان انت كاثوليكيه يعني. لكن انا مش طب لا انا هرد. هتقولي ان ده غلط مش صح؟ لا يعني هو انا هقول لحضرتك حاجه، هو للاسف احنا يعني انا الرب متعني ان انا ادخل الكنائس الثلاثه، وان انا اتعرف على كل عقيده، وان انا اعرف كل الاختلافات كمان، مش بس كل الاتفاقات. انا يعني للاسف ان احنا اتزرع فينا امور غير صحيحه بخصوص الطوائف، وبخصوص حتى العقائد الصغيره اللي احنا بنعتبرها امور جليه. انت عارفه لوسيفير ده؟ لوسيفير يعني ابليس يا بنتي. بيعبدوا لوسيفير يعني. حبيبتي احنا بنعبد اله واحد، ومش بنقول لوسيفير خالص. لوسيفير ده ابليس. اسم ابليس. عارفه يا ساندي فاحنا انا بس انا عايزه اوضح المفهوم دوت، ان احنا في حاجات كثيره تم زرعها فينا من واحنا صغيرين عن الاختلافات ما بين الكنايس، وصدقناها وأمنا بيها وكبرنا عليها، وبقينا مش بس كمان نصدقها، بقينا إحنا كمان بنقولها. فمع احترامي الشديد لحضرتك أنا بقول لك أنا جاية من كنيسة كاثوليك. غير دم يعني الكلام ده، وصدقيني صدقيني. زي بالظبط يا ساندي، يعني أنا بكلم حضرتك بكل محبة، وبكلم كل الأحباء اللي مش فاهمين حاجة. أنت بتقولي كده لأنك شخصة مخلصة، وأنا بحيي فيك إخلاصي، لكن كل المعلومات اللي بتقوليها معلومات مغلوطة غير صحيحة. يبقى غير المسيحيين المسلمين ليهم حق لما بيقولوا إن في كنايس المسيحيين بيشربوا خمر، يعني ويبوسوا بعض. كنايس كل واحد ياخد له كاس كده وبيبوسوا بعض، والكنيسة خمارة. يعني ليهم حق يقولوا كده، يعني فعلا ليهم حق. إذا كنا احنا بنقول كده على بعض، يبقى هم لما يقولوا كده علينا ليهم حق. يا جماعة جه الوقت لازم نصحى، يا جماعة جه الوقت لازم نفوق. الكل يؤمن بإيمان واحد، الإيمان المسلم مرة للقديسين، إيماننا إله واحد. من فضلكم ممكن يبقى في شوية اختلافات، أنا ما بقولش إن في تطابق، في اختلافات في التقليد، لكن هذه أمور ليست جوهرية على الإطلاق، كلها أمور شكلية. ولو دخلنا في التفاصيل هنكتشف إنه هو نفس الإيمان، بس بيتقال بألفاظ مختلفة، الاختلاف في الألفاظ وطريقة التعبير. لكن عدم المحبة في القلوب العصابة التي وضعها الشيطان على العيون، تخلينا مش قادرين نقرب ومش قادرين نقبل بعض. يعني انت يا ساندي بتؤمني بطايفة بتاعت لوسيفير، لو اعرف ما كانش المفروض تبقي معايا في قوة الصلاة. يعني انا بتأسف، انا فعلا انا بتأسف للي حضرتك قلتيه جدا. يعني انا فعلا يعني انا مش عارفه اقول ايه. انا يعني اول مره بسمع الكلام دوت، وبسمعه بشكل حاد جدا. وصدقيني الكلام دوت ما بيحصلش، والكلام دوت يعني يا ريت حد من احبائنا الكاثوليك يعزمك وتطلبي ان انت تدخلي كنيسه كاثوليك، تشوفي الطقس في اي كان، وتشوفي الوضع شكله ايه يعني بعينيكي مش باللي تقلك. ولما نسمع حاجه احنا بقينا عاملين زي ناس تانية بيلقنوها الكلام وبتقوله بشكل كأن هو دوت الحقيقة المطلقة، واحنا بقينا نعمل زيهم. لكل احبائنا اللي زي اختي اللي اتكلمت من كندا، واللي على صفحات الفيسبوك بينادوا بمهاجمة البابا تادروس لأجل هذه الخطوة العظيمة، وبيهاجموا الكنيسة الكاثوليكية لأجل معتقداتها، أرجوكم اقروا في المعتقدات ديت قبل ما تتكلموا عنها، لأن هذا بيظهر جهل من لقنوكم بهذه الأمور، أو لأغراض خاصة عندهم لإبقاء هذه الكنائس على فرقة إلى الأبد، وده ليس على قلب الله الآب أبدا. الله الآب يبغي أن احنا نكون واحدا أمامه كما هو والآب واحد، كما يسوع والآب واحد. المحبة التي أعطيتني إياها أنا بديها لهم عشان هم يكونوا فينا واحد. لو النهاردة إحنا اللي بنقول كده، كل واحد فينا لازم يراجع نفسه ويراجع كلامه كويس قوي، لأن من فضلة القلب يتكلم اللسان. لو أنا ما بحبش أخويا اللي في الكنيسة اللي جنبي، مش ممكن هقول إن أنا بحب الله اللي أنا مش شايفه. فأرجوكم راجعوا محبتكم، لأن محبتكم النهاردة هي مجال الكلام.
لو أنا النهاردة مش بحب أختي اللي هي بتقول إن كنيستي فيها كذا وكذا، أنا النهاردة بقول لك لا أنا بحبك حتى وانتي شايفة إن الكنيسة فيها الوضع دوت رغم إنه حقيقي مش حقيقي. فأنا يعني بصي سنقي اللي حصل، يعني أنا بشكر أختي اللي شاركت، وأنا واثق إن المشاركة دي مش اعتباطية لكن ربنا اللي مرتبها بصورة غير عادية، علشان ربنا عاوز يقدم للناس مثال لعدم فهم الآخر، عدم القبول سببه معتقدات خاطئة جوايا تجاه الآخر. على فكرة قبل ما أصحح مفاهيمي لازم أصحح قلبي بالزبط. لازم أحب الآخر على علته. يعني بصي ساندي أنا بحب الكاثوليك اللي هم بيؤمنوا بلوسيفر الشيطان. لا يعني لا اللي هو يعني لا أنا يعني ما نقولش كده على الهوى، الناس تفتكر فعلا إن احنا بنقول كده على الهوى. الناس دلوقتي فهمت يعني إيه حقائق مغلوطة. هو على فكرة هيكون معانا على الكنترول، بيقولوا لي هيكون معانا في الجزء الثاني من الحلقة أحد الأسس الكاثوليك، نسأله عشان أنا حاسس إني عيب نسأله حقيقي. يعني انا هقول له ان حصل اتفاق يعني اتصال على الهواء، يعني انا برضو حاسس اني دي كنيسه عندها الكتاب المقدس وبتؤمن باقوال المسيح. يعني يا جماعه ازاي تصدقوا افكار مغلوطه بالمنظر ده؟ يعني انا فاكر وانا صغير كانوا يحذروني اوعى تخش كنيسه بروتستانتيه لانهم بيهينوا العذراء. فاكر وانا صغير دخلت وكلمت حد وبعنف كده، انتوا ليه بتهينوا العدل؟ قال له حبيبي احنا ما بنهينش العدل، بالعكس مطوبينها. في حد يهين العدل؟ قلت لهم هم قالوا لي كده. وطبعا اكتشفت انها كلها افكار زرعها الشيطان. الكتاب بيقول وبينما الناس نياما اتى العدو وزرع زوان. الناس نايمه للاسف مش سهرانه في علاقتها مع ربنا. لو كنت سهران بصلي وفاتح الكتاب المقدس، يعني ما اعتقدش حد بيقرا في الكتاب المقدس كل يوم ممكن يقول الكلام ده. لا مؤكد اللي بيقول الكلام ده بعيد كل البعد عن الكتاب المقدس. طبعا الكتاب المقدس السوسته بتاعته مقفوله ومش بتتفتح وما بيقراش الكتاب المقدس. هي مش ايدينا برضه عشان ما حدش يفتكر. لا انا مش بدين حد. يعني أنا مش ده مش ده فكر المسيح خالص. لو بتقرا الكتاب المقدس، لو بتقرا كتاب مقدس حاجات كتير جدا في الكتاب المقدس هتغير فكرك، ومش ممكن هتفضل معتقد نفس المعتقدات اللي انت معتقدتها. نؤمن بإله واحد، إحنا واحد في المسيح. أهلا بي قداسة البابا فرانسيس، أنت أحد عطايا المسيح للأرض ولكنيسته. مباركة كبيرة البابا طادروس. قداسة البابا طادروس أنت أحد عطايا المسيح لكنيسته. اختيار المسيح للبابا فرانسيس للبابا طادروس في هذه الأوقات اختيار إلهي عظيم، أيضا لرئيس الطائفة الإنجيلية اختيار إلهي عظيم في هذه الفترة، لأن الله ناوي يبارك غصب عن عين إبليس، وهنبقى واحد غصب عن عين إبليس، وصلاة المسيح في يوحنا 17 هتتم غصب عن عين إبليس، وهنكون واحد غصب عن عين إبليس، وهيؤمن العالم غصب عن عين إبليس، وهناخد من إيد الشيطان نفوس غصب عن عين إبليس، وهنخطف نفوس في اسم المسيح وتنال الحياة الأبدية وتهتف باسم المسيح المخلص، وإبليس يصرخ يا تلفي يا تلفي، لأن الوقت اللي جاي أبواب الجحيم لن تقوى على كنيسة المسيح. هناك نفوس كتيرة المسيح مات لأجلها هيجيبها الوقت اللي جاي في اسم يسوع. أمين في اسم يسوع. كلام دكتور إكرام ما هوش كلام جزافي ولا هو كلام عنتري ولا هو كلام في الهوى. المسيح قرر أكتر من مرة في الكتاب المقدس لكي يتم ما قيل، والمسيح نفسه أتم ما قيل في الناموس عنه هو شخصيا عشان يكون تم من الناموس. ولكن هل كلماته دي تنطبق عليه هو شخصيا بس؟ لا، لما المسيح قال هيكون واحدا هيكون واحدا لكي يتم ما قيل، ده في وش إبليس بنقولها له هنكون في اسم يسوع إحنا هنكون واحد، حتى لو في البعض مش عاجبه هيكون في اسم يسوع الرب يتعامل معاه هو شخصيا، يتعامل مع قلبه، ينظف كل الحاجات ديت ونكون واحد. مع آخر تليفون قبل الفاصل معايا بنت الرب من أمريكا. أهلا بيكي. سلام المسيح معاك. سلام المسيح. وبتأسف على الإطالة في التليفون. سلام المسيح معاك يا دكتور إكرام. أهلا بيكي. أنا طلبة منك يا دكتور إكرامي، طلبة قابلي حوالي فترة رجلي وجعاني والدكاترة احتاروا في التشخيص ومش عارفين يعالجوني.
لكن انا بقول انا رب المجد يسوع المسيح هو اللي هيشفيني. اطلب منكم صلاه. تفضلي. امين امين. طيب حضرتك تحبي تشاركينا بمرضك؟ ممكن اقول بس حاجه كده يا دكتور اكرامي؟ اتفضلي. انا بقول لما كلنا بعد ما ننتقل من الارض للحياه الابديه، هل رب المجد يسوع المسيح، انا عن نفسي ارثوذكسيه، هل هيقول انت بروتستانتي، انت انجيلي، انت كاثوليكي، انت ارثوذكسي؟ لكن احنا كلنا هنبقى واحد فوق، عمر ربنا ما هيفترق بيننا. احنا كلنا لما نطلع السماء مش هيقول انت انجيلي ما تخشش، او انت كاثوليكي ما تخشش، او انت قبطي ما تخشش، كلنا هنبقى واحد فوق. فانا عن نفسي ارثوذكسيه، بس انا رايي كده، انا فاهمه كده، ان احنا كلنا فوق، ربنا مش هيقول ان انت كذا ما تخشش السماء، وانت كذا خش السماء. اجمل كلام سمعته، ربنا يمد ايده ويشفيكي. اعدك بالصلاه وان الرب هيمد ايده، الدكاتره يحتاروا زي ما يحتاروا. في ترنيمة بتقول الدكاترة احتاروا وريهم ايدك، خلي العالم يعرف ان ما فيش زيك. وعلى فكرة يا دكتور اكرامي، رب المجد يسوع عمل معايا حاجات كتيرة حلوة، وقف معايا خالص، وهيعمل معيشني بفرح وسلام رغم التجارب والألمات اللي انا فيها. الله، كلامك كله نعمة، كلامك فعلا كله نعمة. وبذكر لك الدكاترة احتاروا في امري، وريهم ايدك، خلي العالم يعرف ان ما فيش زيك. ربنا هيمد ايده، هتكلمينا وهتقولي ان ربنا اتمجد وصنع المعجزه معايا، وهتشهدي عن عمل المسيح. خليكي دايما بص عليه، لان واضح ان انك بص عليه، لغتك تظهرك. ربنا يحفظك ويبارك. بس عاوز اقول لك حاجه، السماء ما فيهاش انجليين، مش هيدخلوها الانجليين للاسف، ولا الكاثوليك، ولا الأرثوذكس، ولا أي طائفة هتدخل السماء. اللي هيدخل السماء المفديين المغسولين بدم المسيح. أمين. أنا أقصد كده، أنا عارف أنا بقول كده تأكيد لكلامك، أنا بقول كده تأكيد لكلامك، إني مش الكنيسة هي اللي هتخلصني، اللي هيخلصني هو المسيح. الكنيسة هتبنيني، الكنيسة هتحفظني، الكنيسة هتقدم لي الشركة والنمو، لكن الطريق إلى السماء هو رب المجد يسوع. عشان كده الأبواب مش مفتوحة للإنجليين والكاثوليك والأرثوذكس بس، لكن الأبواب مفتوحة لأحبائي اليهود المسلمين البوذيين الذين لا إله لهم، الملحدين. كل دول المسيح كان بيطلب من أجلهم في يوحنا 17 إنهم ييجوا ويكونوا واحد معنا، جسد واحد، نقضي الأبدية كلها مع المسيح في السماء. ربنا يتمم شفائك وتعليني عن مجد الرب قريب. أمين في اسم يسوع. أحبائي، مع فاصل مع ترنيمة بتقول الكلمة منك مش أوهام، وده تأكيد للكلام اللي الرب نفسه قاله، إن هو ما بيكلمش غير عشان يتمم ما قيل. اللي مكتوب هيتم، كلمة منه مش وهم، الكلمة منه هتتم رغم أنف إبليس. كلمة منك مش أوهام، ونصلي معاها ونرجع تاني. قوة الصلاة، قوة الصلاة. الكلمة منك مش أوهام، والوعد أحلام، الكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هو انت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش هقبل شك، أصلك أمرت ومش ندمان. جايين وواثقين إنك موجود يا رب، بنترجى ماسكين في وعدك انك جاي، بجهد عظيم للي استناك. موجود يا رب، بنترجى إله حي بنستناك. رب الخليقة وكل الأرض، عندك مساند تدي ضمان،
لو الجبال رح يوم تنهد مش رح يزول عنا الإحسان بالنعمة تسند ضعف القلب وكلمة تشفي من الأحزان والخوف تقبله بغمر الحب تزيله فيزيد الإيمان جايين والوقتين ابنك حي موجود يا رب زمان حقيقة مع كتر الأوهام وحتى لو الشك مكان دي ليها وقت أكيد هتبان في ضعف جبال وسهول وديان كل اللي هتدوسه الأقدام ميراثي هملك رغم الحرب مغلوب عدو ومش شمتان جايين وواقفين إنك حي موجود يا رب بنترجى ماسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استنى موجود يا رب بنترجى إلهي حي العازر ملفوف بالأكفان في القبر والأكفان قيود الخطية وعبودية الخطية والله بيدعو الكل إلى الحرية وتشوف الكلام ده في قناة الحرية أنتم تشاهدون قناة الحرية ذكرتني الأخت بنت الرب من كندا اللي اتصلت من شوية بقصة للأب متى المسكين وهو راح له أحد رجال الكنيسة الإنجيلية وبيسأله وحضرة الأمس هو البروتستانت هيخشوا السماء راح قال له لا طبعا قال له طيب راح رد عليه أبونا متى المسكين برضو بيقول له ولا حتى الكاثوليك داخلين السماء قال له يعني ما فيش غير الأرثوذكس بس هو اللي داخلين السماء قال له ولا حتى الأرثوذكس داخلين السماء وجاوب الكلمات الرائعة اللي جاية ديت قال له مين هيدخل السماء في الحالة دي انت حيرتني رد أبونا متى المسكين وقال كل خليقة جديدة في المسيح يسوع كل إنسان حياته إنجيل معاش كل إنسان بسيط وقلبه بريء زي الأطفال كل إنسان ضميره نقي وماشي في خوف الله هيدخل السماء من المشارق والمغارب سيتكؤون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماء هو ده اللي هيعيش المسيح الحقيقي المفدي الحقيقي بدم الرب يسوع مش هيروح يقول له أنت كنت جاي حبيبي من أنهي كنيسة هيقول له كان دي علاق معاك ولا لا أنت بتدافع عني دلوقتي أن أنا قلت أنه مش هيخش السماء لا كله اللي داخل السماء هو الرسول بولس هو بيحكي حكايته أنه اختطف وراح السماء الثالثة راح السماء التالتة حط كلمة في منتهى الأهمية هي المفتاح قال أعرف إنسانا في المسيح عشان يقول للناس أنا مش رحت السماء لأن أنا كويس ولا أن أنا الرسول بولس ولا أنا بعمل أعمال عظيمة ولا أنا اللي فيه معجزات بتتم عن طريقي لا ده أنا رايح السماء لأني مجرد أنا إنسان بسيط في المسيح أخويا اللي بتشاهدني عاوز أسألك
أنت في المسيح ولا لا. ما فيش دخول للسماء إلا عن طريق المسيح. ما فيش حد تاني يقدر يدخلك غير المسيح. يا ترى المسيح في حياتك؟ يا ترى حياتك ملك للمسيح؟ أنا مش عاوزك تقول كلام، لأني في ناس بيقولوا كلام كتير، وربنا نفسه قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني. ممكن تكون بتقول أنا ملك للمسيح، لكن حقيقة أنت مش ملك للمسيح. حقيقة أنت ملك للعالم، ملك لشهواتك. حقيقة أنت عايش بعيد كل البعد عن المسيح. أخوي الغالي، العمر قصير جدا. يمكن الأسبوع ده أنا متأثر لأني أكتر من حد صغير جدا في السن، كان بالنسبة لي فتيان وماتوا فجأة، بس يمكن أنا متعزل لأني أنا عارف أنهم ملك للمسيح حقيقي. لكن بنبهك، العمر مش مضمون، الحياة قصيرة جدا جدا جدا. حياتك ممكن تخلص في أي لحظة، نفس بيدخل ما يطلعش، وتاخد على طول لقب مرحوم. ممكن تبقى مش مرحوم، ممكن تكون نهايتك في الجحيم. استعد استعد، أهم حاجة إنك تكون مستعد. بكلم كل اللي بيسمعوني دلوقتي، أهم حاجة إنكم تكونوا مستعدين للأبدية. في ناس بيتواصلوا معانا ليهم طلبات، مشاكل، طالبين شفاء، أمين، ربنا يسمع ويستجيب. لكن الأهم من ده كله إني أكون مستعد للأبدية وليا مكان في السماء. على فكرة جميع الأماكن في السماء محجوزة باسم يسوع وعلى حساب دمه. تقدر تاخد مكان مجانا إذا تبت ورجعت وحطيت حياتك بين إيديه وخليت المسيح يستلم حياتك، وقلت من قلبك دلوقتي أنا مش هعيش زي ما كنت، أنا مش هكمل زي ما كنت، أنا ندمت على كل أخطائي اللي فاتت، ندمت على كل خطية عملتها وجرحت بيها قلب المسيح، ومش هرجع تاني للخطية، ومش هرجع تاني للشر، وناوي أبقى ملك للمسيح، ناوي أعيش عمر اللي جاي على الأرض ليه، ناوي أمجده في كل يوم من أيام حياتي، ناوي أعوض اللي فات بنعمته، السنين اللي أكلها الجراد، العمر اللي ضاع وأنا بعيد عنه، العمر اللي ضاع وأنا عايش ملك للشيطان، العمر اللي ضاع في شهواتي ومشغولياتي أنا ناوي أعوض عنه، والعمر اللي جاي والوقت اللي جاي يكون لرب المجد يسوع. باسم يسوع أمين. معايا كمان حضرة القسيس ميلاد ونس، راعي مطرانية الأباط الكاثوليك بالجيزة، وهو كان موجود في زيارة البابا. أهلا بحضرتك حضرة القسيس. وأهلا بضيوفك الأعزاء الأحباء. ربنا يبارك. أهلا بيك جناب القسيس. أهلا حضرة أبونا. حضرتك كلمنا شوية عن زيارة البابا وإيه الأجواء اللي كانت موجودة، حضرتك شفت إيه الجديد، إيه اللي عملته الزيارة ديت من واقع الحدث؟ في الحقيقة زيارة البابا كانت زيارة سريعة لكن زيارة مباركة. إشعار زيارة البابا كان بابا السلام لمصر السلام. أنا أعتقد أن البابا فعلا هو بصفته بابا رجل دين بيحمل رسالة سلام لمصر وللعالم كله من خلال مصر. علشان كده البابا اتكلم كتير عن السلام، السلام في البيوت، السلام في البلد، السلام في المنطقة، السلام في العالم. كان تركيزه فعلا عن السلام، وكمان كان تركيزه كمان على المحبة. البابا بيقول انه يوسف الصديق انقذ مصر من مجاعة، بيقول على مصر انها تنقذ العالم من مجاعة الحب. احنا فعلا محتاجين ان احنا نكون رسالة تحمل سلام زي ما دعا إليه البابا، اللي هو بيستقي هذا السلام من شخص الرب يسوع المسيح. كمان الحب، العالم جعان للحب، فعشان كده ياريت نحمل إحنا سلام ونحمل حب للعالم الجعان للسلام للحب. جناب قدسك، نفسي أسأل قدسك سؤال، إيه أكتر حاجة يعني أثرت فيك في زيارة قداسة البابا؟ موقف شخصي أو حاجة معينة أثرت في قدسك بصورة شخصية؟
أنا بصراحة كلام البابا أثر فيا بطريقة شخصية. النهاردة مثلا العظة كانت في القداس الصبح، كان البابا تناول ثلاث حاجات: الموت والقيامة والحياة. كأنه البابا بيقول إن كل واحد فينا بيمر بالثلاث مراحل دي. أنا شخصيا لمسني هذا الكلام، الموت بنموت كتير وبنموت بالخطية، والخطية أحيانا بتبعدنا عن الله. محتاجين إن إحنا نقوم، محتاجين إن إحنا نحيا، وحياتنا لابد إنها تكون رسالة. يا أعمالكم الصالحة لمجد أباكم الذي في السماوات. ففعلا أنا لمستني كلمات البابا النهاردة، ولمستنا لما قلتها لينا. هسأل قدسك معلي السؤال تاني. إحنا برنامج صلاة، إحنا بنصلي من أجل مصر. والحقيقة في وقت كانت الظروف أصعب من دلوقت، أيام حكم الإخوان، وكنا بنصلي وكنا شايفين أن الوحدة اللي تمت يوم 11-11 لما الكل اتحد وصلى وصرخ يسوع كان ليه سبب مباشر في سقوط الإخوان وفي إبطال المسيح لمشورة الشيطان. وإحنا مستمرين في الصلاة من أجل مصر. يمكن حضرتك دلوقتي بتقول ان في جوع للحب، يمكن ناس بدأت تعاني ايضا من مجاعات وغلو، لكن الحقيقة الاحتياج للحب اولا. نفسي طبعا اسأل قدسك طبعا. ايه رؤيتك للي ربنا عاوز يعمله في مصر الوقت اللي جاي علشان نواصل صلاة من اجله؟ انا لمستني آية النهاردة في اشعياء 19:19: ويكون في ذلك اليوم مذبحا للرب ولكل تخومها. احنا محتاجين صلاة كتيرة اولا واخيرا. انا ما بشوف ان فعلا في فقر صلاة من اجل مصر ومن اجل شعب مصر ومن اجل كل نقول الطوائف والمؤسسات والحياة المدنية والروحية. احنا محتاجين فعلا صلاة، وصلاة كتيرة قوي، لانه هي الصلاة اللي هتغذي محبتنا لي الله، وبالتالي نقدر كمان نحن نغذي بالآخرين بهذا الحب. لو لمسنا حب الله هنقدر نغذي التنين بهذا الحب اللي احنا فعلا نغذي. أمين. كلام جميل قوي. أبونا أنا عندي تساؤل صغير برضو مصرة تسألي. لا أنا هسأل لحضرتك في سؤال عام، لأن في بعض الاعتراضات اللي جت من أحباء أرثوذكس، أنا بسمي الطايفة لأن هي يعني ده اللي حاصل، يعني إن الوحدة اللي حصلت بخصوص الوثيقة اللي تم توثيقها بخصوص المعمودية الموحدة، في اعتراضات إن إيمان الكنيستين مختلف، وبالتالي الوحدة ديت مش لا تمثلني، يعني في ناس بتقول لا تمثلني. حضرتك شايف الاعتراضات ديت في ظل المحبة اللي موجودة ما بين البابا توادروس والبابا فرانسيس، وإيه مستقبل هذه الاعتراضات، وماذا ممكن يقابل البابا توادروس من هجوم؟ لا، المسألة مش مسألة هجوم ولا مش هجوم، لأنه البابا شاف أنه إحنا بنصلي كلنا قانون إيمان واحد. أشكرك. وبنردد فيه ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. يعني كنا نصلي ونردد هذا الإيمان في صلاتنا اليومية، وفي زي ما بيقولوا أدادسنا، وفي حلقات صلاتنا، إنه نعترف بمعمودية واحدة، يعني معناه إيمان واحد، زي ما بيقول في أفسس: رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. البابا ما عملش حاجة جديدة، ده البابا زي ما بيقول مارس قانون الإيمان بطريقة نقول فعلية وعملية. يعني عاوز يقول يعني بلاش ما نعيش اللي احنا بنصليه، عاوزين نعيش اللي احنا بنصليه. بابا توادروس عمل كده. نعم. ربي يباركه. اشكرك واشكرك على طريق الوحده وطريق المحبه بيننا وبين بعض، يعني يا رب الباقي ان شاء الله. امين في اسم انا يسوع. بشكر قدسك جدا لان حضرتك وضحت، يمكن انا من بدايه الحلقه بوضح احنا يا جماعه بنؤمن بايمان واحد مبني على قانون الايمان. رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة. كلنا بنقول كده. الكتاب المقدس بيردد هذا الكلام في أفسس. نعم، احنا بنشكر قدسك جدا وبنطلب من قدسك انك تصلي لنا، تصلي لاجل برنامج قدس صلاه من اجل قناه الحريه ومن اجل كل مشاهدينا
اللي بيشاهدونا ان ربنا يستخدم الصلوات من اجل بركه حياتهم. وشكرا جدا لمشاركه قدسك. سلام ونعم. يعني كده انت براءه، انت حبيتي تسالي عشان خاطر تاخدي براءه يكون الامر واضح. لا انا كنت حابه ان مش هيبقى واضح. شوفي نقول زي ما نقول ساندي، لينا قد ايه بنقول ان احنا كمسيحيين بنؤمن باله واحد؟ اقول لك كم الرسائل اللي بتوصلني ان انا كافر قد ايه. انت بتؤمن بثلاث الهه، يعني اقولها ازاي؟ I believe in one God. يمكن مش بيفهموا عربي، يعني اقولها ازاي؟ انا مش مشرك بالله يا جماعه، انا مش كافر. اندرو بيقول انا مش كافر، لكن الناس مصره. يا جماعه من فضلكم شيلوا ضمادات التعصب من على عينيكم عشان تشوفوا. اقروا الانجيل المقدس من فضلكم، اقروا الانجيل المقدس من فضلكم عشان تفهموا الحق. كتير جدا من افكاركم غلط، مصدرها الشيطان وممكن تتسبب في هلاككم الابدي. امين. وهنصلي في اخر الحلقه كمان لروح التعصب وروح التدين، هذه روح شريره ضد المسيح. أمين. لكل من هو متعصب في اتجاه ما، ايا كان اسم دينه، ايا كان اسم طائفته، المتعصب لهذا المكان الذي ينتمي اليه يعرف ان هو تحت دينونه روح تعصب. معايا تليفون من الاخ ابو كرولوس من مصر. اهلا بيك. مساء النور، اهلا بحضرتك. عادل بشكر من اسيوط. اهلا بحضرتك. بلدياتي انا. ايوه جاب الجسيف اعرفه شخصيا. اهلا بحضرتك. انا عادل بشكر، شفتك عند ابونا امير في اسيوط. اهلا بيك، اهلا بيك. وزميلنا جاب الجسيف عادل ماهر. اهلا بيك، سلامي للكل. جاب الجسيف توفيق. سلامي للكل من فضلك، سلامي للكل. انا حفل كل سنة وانت طيب. وانت طيب. وحصل مع ابن انا معجزة يوم العيد نفسه، كرولوس، ما عنديش غيره. اتفضل. كرولوس كان رايح فرح في الريفة بعد العدرة. فوجع بالموتوسيكل. وهو وجع بالموتوسيكل راح ضاربه توك في دماغه. فقالوا ابنك مات. واربع تقارير مضون الابن مات. الشهداء والقديسين والمسيح عمل له معجزة. أشكرك. عمل له معجزة ربانية، أصل كلها بتحكي عنها المعجزة دي. أشكرك. وجزء الدكاترة هي دكاترة إخوانجية مش مصدقين، قال لك معجزة ربانية. أشكرك. رب صالح، الرب صالح. وآخر حاجة بتطلب ظهر جميع مار جرجس والمسيح معاه وجميع القديسين ظهروا له. وحصلت معجزة ربانية خالص. هللويا. وربنا يطول بالسلامة. ممكن نبقى نتكلم معاه، نحب نسمع صوته، وابعت لنا صورته نحب نعرضها عشان نشجع الناس، عشان نقول للناس ان الهنا حي بيقوم من الموت. ابعت لك صورته، نزف نص كمية دم، ولما جاله مات ما خدوش منه نقطة دم. يا ما عوزناش نقطة دم من بره. هللويا. أربع ساعات ونص العملية، والدكتور بيحكي الدكتور احمد ابو جريش من اسيوط. نعم. واربع معاه مربيين دجون وواحده منقبه سته. قالوا ازاي المعجزه الربانيه دي؟ اتكلم ازاي بعد يومين؟ يسوع حي، الهنا حي، الهنا حي. الحمد لله على سلامه كرولوس. الحمد لله على سلامه كرولوس، الف سلامه ليه. والهنا حي، واشكرك من اجل شهادتك اللي اتمنى انها تشجع الناس. يا جماعه ربنا بيقوم من بين الاموات، الهنا فوق الطب. انا شفتك جاب الجسيس. شكرا ليك، شكرا. ربي يباركك. اعرفك معك شخصيا. انا سعيد اني اسمع صوتك، وحمد لله على سلامه كرولوس ابنك، وسلامي لكل الاحبه في اسيوط، وسلامنا لكرولوس، وقول له العمر الجديد اللي ربنا اداهولك ده مفروض يكون لمجد ربنا، تعيشه بالكامل للمسيح. هو اداك عمر عشان خاطر تخدمني فيه، وعشان خاطر تعيشوا المجد. الحمد لله على سلامة كرولوس. أمين في اسم يسوع. إحنا بنوجه رسالة في آخر الحلقة، يعني قبل تلبط الصلاة. لا إحنا معنا كمان دكتور رأفت هيكون معنا على الهواء دلوقتي. لكن أنا نفسي يمكن الحلقة أظهرت جزء من التعصب اللي موجود حقيقي. وحلقة كمان عنوانها نكون واحد، ونكون واحد في اسم يسوع. أمين. وأنا هراجع معاك بس الجزئية دي، قلت لك إن عدم وجودنا واحد الله بينظر قضاءه في هذا الوقت. نعم.
فإحنا النهاردة مش عايزين يكون قضاء اللي حصل في القرن السادس بالضبط اللي الناس عرفوه ولا ما عرفوهوش. أنا مش عارف سؤالي صعب سؤال ولا. الحلقة سؤال الحلقة يجاوبون على الفيسبوك ممكن. إيه اللي حصل لما الكنيسة انقسمت يعني وندفع ثمنه والعالم بيدفع ثمنه لغاية دلوقتي وثمن قاسي. يا ريت الكنيسة تنتبه النهاردة إن ده كان عقاب قضاء من الله في وقت الكنيسة أعلنت فيه إن إحنا مش واحد ورغم صلاة الرب يسوع إن إحنا نكون واحد ولكن الكلمة اللي بيأكدها الرب يسوع هتتم وده اللي يشجع. بسألك بقى سؤال لو الكنيسة اتحدت القضاء هيترفع؟ على الكنيسة؟ طبعا يعني هيترفع؟ طبعا. طب ما تخلونا نتحد حرام عليكم ما تخلونا نبقى واحد عشان ربنا يعلم مجده والغمة تنزاح. خليني أقرأ قبل تليفون الدكتور رأفت اللي قاله الرب يسوع واللي قالته ساندي واللي نفسي تسمعه وتفتح قلبك ليه. الحق المعلن في كلمة الله أشواق قلب المسيح اللي بحملها لكل متعصب لكل إنسان مصر إنه يقول لا لازم يبقى في فاصل بيني وبين غيري. أنا أحسن أنا أفضل أنا معتقداتي أفضل أنا أتمنى أني أنا دي تقع في الأرض وتموت عشان خاطر المسيح يثمر في حياتك. أتمنى أني أنا دي تتصلب في صليب المسيح وما يبقاش أنا لكن يبقى المسيح. ما يبقاش مبادئي تعاليمي لكن يبقى اسم الرب يسوع وتعليم الكتاب المقدس. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما إننا نحن واحدا أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتني كما أحببتني وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي. هنبقى مع بعض مفيش فواصل في السماء لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. ده أشواق قلب المسيح. يا ترى إيه أشواق قلبك؟ هل أنت موافق على اللي عاوزه المسيح ولا أنت مصر إنك تعيش في عزلتك وتحط حواجز؟ أتمنى إن الحق اللي أعلن في كلمة الله يحررك من قيود التعصب والذات في اسم يسوع أمين. معنا دكتور رأفت. أهلا بيك يا دكتور. أهلا إزيك يا سندي؟ إزيك يا إكرام؟ أهلا بيك يا رأفت. أنا عارف إنه الموضوع دوت ممكن يكون شائك وبيجيب أسئلة عند ناس كتيرة قوي. أنا بس هحاول إن أنا أحط شوية نقط بسيطة جدا على أساس إن إحنا في حلقات قادمة نقدر إن إحنا نكون يعني سواء في برنامج قوة الصلاة أو برامج أخرى. لأن موضوع الوحدة المسيحية الحقيقة بيقع على ودان كل الناس كل واحد بطريقة مختلفة. ففي حد أول ما يقع الكلمة دي على ذهنه أول حاجة تنط في ذهنه معناها طيب معناها إن أنا لازم أتنازل عن اللي عندي. في سكيمة أو في تركيبات ذهنية في الأول لازم نتخلص منها علشان خاطر نقدر إن إحنا نخرج بره الإطار اللي فيه نقدر نحقق اللي في قلب ربنا. الحاجة الثانية تجاوز مواقف رد الفعل إلى الفعل نفسه. بمعنى
بنسمع الحكايه ديت بيكون اول حاجه في ذهننا ايوه بس هو كذا، ايوه بس هم كذا، ايوه بس كده. السؤال اللي انا نفسي اطرحه النهارده على كل الناس بيسمعونا، خلونا نغير الاوتوماتيك ريسبونس بتاعنا، خلونا نغير الرد الفعل التلقائي بتاعنا من بس هل ده معناه كذا الى يا رب ازاي اقدر احقق اللي على قلبك. ليه؟ لان دايما بنبتدي بالنيجاتيف، دايما بنبتدي طيب ده معناه هتنزل عن دي، ده معناه انه الله. طب انا مؤمن بكده. على فكره يا جماعه، انا لما بحط نفسي مكان الناس وبشوف ردود افعالهم بحس بيهم جدا، وبحس فعلا ان الناس اللي بتقول انا ما اقدرش اعمل كده لانه هو عندي صعوبات عقليه، عندي صعوبات. انا لازم احس كمان بالانسان دوت ان الصعوبات دي مش معناها ان هو انسان وحش ولا مش عايز ربنا. نعم. ولا الشخص دوت برضو اللي من الناحيه الثانيه عنده صعوبات اخرى اقول نفس الشيء. على فكره لما بنقدر نحط نفسنا، انا بتكلم هنا كافراد مش بتكلم لا طوائف ولا اي حاجه، مكان بعض، ده بيفرق كتير جدا ان احنا نفهم المعنى الحقيقي اللي من ورا كده. احنا دايما بنبتدي بالنيجاتيف، دايما بنبتدي طيب ازاي اقدر اعمل كده. وانا الحاجه الثالثه ان في ان احنا حطينا الناس في صناديق، حطينا الناس في قوالب، بمعنى ان انا ممكن اقابل تندي، تندي انت كاثوليكيه، اول حاجه بتحصل ان انا بروح حاططها من كونها بني ادم قصادي للصندوق للقالب اللي انا اوريدي حطيت فيه الطائفه الكاثوليكيه واتعامل معاها من خلال كده. فاهمين قصدي ايه؟ فاهم. انا نقلت التركيز من ربنا بيفكر ازاي في التندي الى ربنا بيفكر ازاي في الطائفه الكاثوليكيه مثلا. السكيما ديت او التركيبات الذهنيه دي اول حاجه محتاجين نضربها علشان خاطر ننطلق الى الوحده الحقيقيه. فانا عارف ان الكلام ده فيه حاجات كتيره جدا، يعني هدي مثلا بس صغير خالص. انا شخصيا بؤمن بشفاعه القديسين، انا بؤمن بانه في ظهورات. انا شفت العذراء بعينيا في الزيتون بالحجم الطبيعي اكثر من مره. انا يوم ولادتي كنت انا وامي هنموت لولا تدخل الهي الله استخدم فيه امنا العذراء مريم، وكان يوم عيد العذراء. فانا مؤمن بكده. لما بقول كده لحد، رد الفعل التلقائي عند اول حد، الانجيل يقول لي انت بتعبد الالهه دلوقتي، انت بقيت عابد اصنام. ليه؟ لان على طول راح حطيت اللي انا قلته في التركيبه الذهنيه بتاعته اللي فيها اوريدي حطني في نطاق المجموع. حد تاني يقول الله، طيب الكاثوليك بيقولوا ان العذراء مشتركه في الخلاص، مع ان العذراء بتقول تتحد روحي بالله مخلصي. طيب معناه كده يعني كل الناس بتدخل الحاجات كلها ببعضها بشكل غير عادي. انا نفسي انه يبقى في حوار، وعلى فكره بدءا من الحلقه الرائعه بتاعتكم ديت، انا نفسي انه احنا نبتدي في قناه الحريه ونبتدي نعمل كده، نعمل تركيز على كسر العوائق ديت. جزء من الحاجه اللي ربنا حاططها على قلبنا في قناه الحريه هي انه عايزين نرجع للايمان بتاع القرون الخمسه الاولى. أيوة. وعيشة بتاعت الكنيسة وممارستها، لأنه لو ما رجعناش منين كنا في الأول واحد ونبتدي نرجع لكده، المشكلة إن إحنا هنبتدي نتعامل مع ردود أفعال. ردود أفعال، فبالتالي مش هنقدر يبقى اللي في قلبنا طيب ده معناه إيه؟ لا هو معناه التنازل، ولا هو معناه الاشتراك في يعني في الأول إن الطريق الحقيقي للوحدة هو كسر العوائق اللي تؤدي إلى كده. أكثر ما نكون طيب معناها إيه بالضبط. معلش أنا عارف إن أنا أطلت ويمكن الكلام ده. لا أبداً، أيوة تقول كلام مهم جداً. مشاركة يا دكتور رأفت. وفي نفس الوقت
يعني انا عارف الموضوع طويل والبرنامج قرب يخلص، ربنا معاكم، بشكركم جدا. شكرا لمشاركتك يا دكتور رأفت. كلها اللي هي بتسمع ان احنا نحاول ان احنا نتعامل مع الموضوع ده بالطريقه اللي ربنا يساعدنا ويساعد الكنيسه ويساعد رؤساء الطوائف كلهم في كل الاخلاص بتاعهم من ناحيه ازاي ان هم فعلا يوصلوا للامر دوت. وانا كمان لما قريت البيان المشترك اللي ما بين قداسه البابا طوادروس وقداسه البابا فرانسيس، الحقيقه اتأثرت بالروح اللي وراه جدا. نعم. قدامنا صعوبات لكن احنا عايزين نرجي المسيح. امين يا دكتور. وهنرضي المسيح. امين امين في اسم يسوع. أمين. كلام يسوع هيتم، هيكون واحد، هنكون واحد كما هو والاب واحد. أمين. واحنا مؤمنين ان كلمته لن تسقط، محدش قدر يغيرها، واللي بيغيرها مكتوب في اخر ايتين في الكتاب بيقول مصيره فين. ولكن احنا النهارده احنا مؤمنين الكلمه دي هتتحقق. أمين. هنشوفها، يمكن جيلنا ما يشوفوش، شفنا بدايات، ممكن الجيل اللي ورانا يشوف، ربنا اللي عالم. لكن احنا مؤمنين ايمان قوي جدا الكلمه لن تسقط ولن جيلنا هيشوف. احنا شايفين استجابه الصلاه. دكتور رأفت، زياره قداسه البابا جزء من استجابه الصلاه اللي احنا بنصليها في برنامج قدس الصلاه من اجل وحده الكنيسه. مستمرين، اعدك ان احنا كجزء من قناه الحريه هنقوم بالدور اللي علينا في الصلاه، وهنقدم حلقات تانية كمان من أجل وحدة الكنيسة، من أجل تحقيق أشواق قلب المسيح أن يكون الجميع واحد. شكرا لمشاركتك الرائعة دكتور رأفت، ونعدك أن احنا مكملين بنعمة الرب، والرب مكمل معنا. أنا عارف أن وقتنا قرب يخلص، لكن بسرعة أقول طلبات صلاة. عندنا طلبة صلاة من أم جون، طلبة صلاة من أجل أخوها أشهر إسلامه، مش يرجع من الإسلام وبس، لكن يرجع للمسيح، يبقى ملك للمسيح. أمين. وفي نفس الوقت ربنا يسند الأسرة، بتشعر قد إيه بالخجل. فايزة، صلاة من أجل ماري ومن أجل الشفاء، تعاني من ألم شديد في الكتف. ماهر، طالب صلاة من أجله. هالة، طالب صلاة من أجل إيمي، من أجل الجامعة. أبو أشعية، طالب صلاة من أجل معرفة ما يريد الرب عمله، من أجل فرصة عمله أو سفر لقبرص. إذا كانت قبرص مشيئة ربنا، ربنا يفتح الباب. إذا كانت أمريكا، أستراليا، كندا، مشيئة ربنا، ربنا يفتح الباب. لكن لو مش من مشيئته، ربنا مش هيفتح الباب، وربنا يحفظ. أنا بقول لكل واحد بيفكر في السفر. شحاتة، طالب صلاة من أجل أرواح شريرة تهاجمه أثناء النوم. نجوى، طالبة صلاة أن الرب يديها سلام من أجل أمورها. ابن الرب، طالب صلاة من أجل رجوع بنته المختفية من 5 شهور. عملنا حلقة من أجل المختطفات، ونعد أن احنا نواصل صلاة من أجلهم. زي ما قلت، كل واحدة مختطفة هنكتب جنبها رجعت رجعت، الرب سمع الصلاة. ابن الرب، طالب صلاة من أجل أن ربنا يبعد إبليس عن حياته. لا، ربنا يديك نعمة عشان تنتصر على إبليس وتدوسه برجليك. مين طالب صلاة برضو من أجل أن الرب يبعد عنه الشيطان؟ يا جماعة، الشيطان هيحارب، لكن إحنا نقدر ننتصر بقوة المسيح، ونقول في هذه جميعا يعظم انتصارنا. اثبت في المسيح، اثبت في الإنجيل، اقرأ الكتاب، صلي، خليك في الكنيسة، خليك مع المؤمنين، خليك قريب من كل وصاية النعمة، هتلقى نفسك منتصر على الشيطان. أمين، طالب صلاة عنده روح شرير. مايكل، طالب صلاة من أجل شغل جديد. تريزا، طالبة صلاة من أجل مشكلة في مصر، ربنا يتدخل. مينا، طالب صلاة من أجل فشل كلوي في شاب صغير، مدي إيدك يا رب واشفي مينا من فضلك، شغل الكلى من جديد. صفوة، طالب صلاة من أجل شغله، ربنا يرتب أموره. عاشقة المسيح، احنا بنصلي من أجل عاشقة المسيح، إن ربنا يقود خطواتها اللي جاية، أنا مثقل بكده، هي شريكة معانا في قوة الصلاة. إيمانويل، طالب صلاة من أجل أنه عنده دوخة. عماد، طالب صلاة من أجل الجسد، عنده عمليات كتير، ربنا يمد إيده ويشفيه. ميرفت، طالبة صلاة أن ربي يعظم العمل معاها. سمعان، طالب صلاة من أجل فرصة عمل. إبراهيم، طالب صلاة من أجل أنه عنده خطية ونفسي تعبانة. حرر إبراهيم يا رب من هذا القيد، وحرر كل مقيد يا رب من قيد أي خطية بتزل. الخطية بتزل، بتزل، فك القيود يا رب وحرر.
سميحة طلبة صلاة أن درعها مكسورة، طلبة الرب يشفيها. مرفت طلبة صلاة بركة لزوجها الأسيس في الخدمة، ربنا يشفيه. مريم طلبة صلاة أن الرب يشفيها. هبة طلبة صلاة من أجل التغيير والتوبة. ليزا طلبة صلاة من أجل عملية في القلب، توسيع شرايين يا رب اتدخل. اعتدال طلبة صلاة من أجل صحتها، مدي إيدك واشفى اعتدال. مجدة طلبة صلاة من أجل بنتها سنها 12 سنة وعندها تعب في المفاصل، يا رب اشفي هذه الطفلة. عمانويل طلب صلاة من أجل توم عنده دوخة. نبيل قرشي طلب صلاة من أجل السرطان. يا رب نحط كل هذه الطلبات بين إيديك، بنثق إنك إله عظيم، إنك إله قدير، بنثق إنك صانع عجائب. يا رب مد يدك بالشفاء ولتجرى عجائب وآيات باسم فتاك القدوس يسوع. وحد كنيستك يا رب ليؤمن العالم، عرف العالم يا رب قد أنت عظيم وقد أنت قدير. يا رب اصنع عجائب، اصنع عجائب، اسمع واستجيب يا رب لصراخ شعبك الصارخ إليك، ولك كل المجد. آمين آمين. أحبائنا نشوفكم الأسبوع بعد القادم، فالقادم هنكون على الهواء مباشرة مؤتمر خاص، أما أنا فصلاة الأسبوع اللي ورا منها نكون معاكم على الهواء. رب يبارككم، فليكونوا واحدا. سلام. تعبانة ومكسور وانت الشفاء في ايديك، مهموم انا وبرمي كل همومي عليك، محتاج انا وعشمان الاحتياجي فيك، وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك، وانا بصلي وواقف على الباب ومستني.